الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير، ولكن مستمرين مع حضراتكم في تخطيطنا للحادث الأليم وهو اغتيال القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة المرقسية بالأسكندرية. تعزينا لكل شعب الأسكندرية ولكل أبنائه ولكل الشعب المصري الذي يحمل في قلبه إنسانية. حقيقة احنا بنخافش الموت، لأنه بالنسبة لنا هو انتقال من الوقت اللي احنا فيه والحياة اللي احنا فيها للحياة الأبدية، الحياة اللي احنا هنعيشها بجد. ما بنخافش الموت لأنه بالنسبة لنا هو مع المسيح ذاك أفضل جدا، وكلنا بنبقى مستنين ده. لكن مش معنى كده إن احنا نقبل وبغدر أو يعني باستقصاد أو بفكرة إن انت تخلي أولادنا خايفين. فكرة الحادثة اللي حصلت وإن قدس أبونا كان موجود على البحر مع أولاده بيديهم درس كتاب، وإنه يجي شخص يقرب منه وهو بيساعد أولاده إن هم ينتقلوا من مكان اللي هم فيه يروحوا يركبوا الأوتوبيس، ويقف في وسط الطوابير دي بمنتهى العقل ومنتهى الرزانة، ويقف ويتسلل ليهم ويتقرب من أبونا من غير ما يكون مرعب ولا أبونا تقلق منه أو حد من كل الناس الموجودة دي يقلق منه. معنى كده إنه كان في عقل بيحصل، في تدبير، في مراوغه حاصله منه انه يقرب من ابونا. قرب فعلا من قدس ابونا وطعنه في رقبته بثلاث طعنات كانت قادره انها تودي بحياه ابونا على الفور. يعني القوه اللي اتقتل بها ابونا، الطريقه، كل الاقتراب ده اكيد تستحق انها تاذينا نفسيا، ان احنا نحزن على هذا اللي حصل. الإنجيل بيقول لنا لا تكن إلا فرحا. إحنا بالنسبة لنا الاستشهاد ده شيء يعني مش بيخوفنا، ما بيرجعنا. زي ما شفتوا إحنا من أول كنيسة القديسين في اسكندرية برضو، والاستهداف اللي حصل للكنيسة والشهداء اللي ماتوا، لا بطلنا نروح كنايس ولا بطلنا نصلي، بالعكس بتزيد صلابتنا أكتر، بيزيد تمسكنا بكنيستنا أكتر. فكرة الاستشهاد بالنسبة لنا ما هياش شيء مرعب ولا بنخاف. من الأطفال للكبار بيبقى كلهم نفسهم يبقى ده، عشان بيبقى أقرب وسيلة أن تروح للمسيح بسرعة، تروح لحياتك الأبدية بسرعة. لكن فكرة الغدر ده الشيء السيء جدا. فكرة أن أنا بتكلم طول الوقت وكلنا نشعر بحالة الأمن الموجودة على أرض الواقع، لو من ناحية الأمنية لا، في أمن طبعا موجود، كلنا بنسافر بنشتغل، البلد ماشية، تطور، مشاريع. لكن أن يتم استهداف كاهن على الهوية لمجرد من كل الناس اللي واقفة، لمجرد لبسه الأسود والصليب على صدره واضح جدا كهنوته، وأن يقرب ويستهدف أبونا بس، أكيد ده مش شخص مختل عقليا. وتوقفت قدام البيان الرسمي للنيابة العامة، وكلنا منتظرين أن احنا نشوف القصاص، نشوف نتيجة ترضينا. لأن فكرة يعني فكرة أن الاستخفاف هي حاله وخلصت الدنيا امان، وده ده خارج عن الوعي او انه تم ايداعه في مستشفى امراض نفسيه، ده اكيد يعني رد عليه البيان بنفسه. خلينا انا جهزت لحضراتكم بعض الفقرات من البيان اللي صدر من النيابه العامه، وخلينا نفكر مع بعض فيها، لان فكره كل فقرات البيان طويل جدا جدا، خدت منه بعض النقاط كده اللي لازم نتوقف امامها. وهي في مختل عقليا بيجاوب على اسئله بدقه، اللي جابوا البيان بالظبط ان الراجل جاوب على اسئله بدقه شديده جدا، تركيز. عايز اقول لحضراتكم معروف جدا بعد ما حد بيشوف دم، وخاصه ان هو يكون قاتل حد، بيبقى عنده شيء من الصدمه، شيء من يعني خارج عن السيطره، حاله هياج، اي بيحصل له اي رد فعل غير طبيعي. ده الشخص اللي هو يعني نفسيا كده رقيق وانسان طبيعي، واذى حد وشاف دم بيحصل له زي حاله فظيعه كده من الهياج. ده كان في منتهى الثبات، كان بيجاوب على الاسئله بدقه شديده. ده مش كلامي، ده كلام البيان النيابه العامه. لم يظهر عليه مشهد في الكاميرات بقى، وده اللي غريب جدا، معروف جدا، كلنا رحنا اسكندريه وشفنا كل الكاميرات في كل مكان، وخاصة على الكورنيش في اسكندرية، مفيش ولا كاميرا من الثلاث كاميرات اللي كانوا موجودين سجلت الحادث. ده برضو بناء على كلام النيابة العامة، مش أنا مش بقول يعني. هو قال بنفسه بعد ما اعترف مبدئيا بجريمته شفويا، رجع قال لهم إن أنا عندي من 10 سنين كان عندي مرض نفسي ودخلت المستشفى. معنى كده ان ده راجل بيعرف يراوغ، ان هو عنده من الذكاء اللي يعرف امتى يقول ايه وان ده هيفيده في ايه. يعني فكره المرض النفسي هتخليه يطلع براءه ومش عنده اي مسؤوليه قانونيه، وانه احيانا بيفقد السيطره على نفسه، يعني كده هو بيحاول يدي دفوع عن اللي هو عمله. في اعتراف دامغ حصل، وده بشكل حقيقي كان في البيان النيابة. هنتكلم في كل المواضيع دي النهاردة، لكن بعض النقاط اللي أنا توقفت أمامها في بيان النيابة العامة، وهي بتنقل لنا ما حدث مع المتهم بعد القبض عليه، لأن اللي كانوا موجودين قبضوا عليه بعد الحادثة مباشرة.
ان هو يودع مستشفى امراض عقليه، انا مش فاهمه ليه. يعني احنا طبعا مع احترام القانون، ولكن في ناس محتاجه تحس بامان، في ناس محتاجه تحس ان القانون مفعل على الكل. الراجل كان في منتهى الثبات الانفعالي وما كانوش عمل حاجه، انه يختار ابونا فقط بلبسه الاسود من اللي كانوا واقفين ناس كتير جدا ويتسلل بهذا الهدوء وغير ما يكون مزعج او ملفت للنظر، حاجات كتيره قوي 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 قوي، وان الكاميرات ما يبقاش فيها تصوير. حقيقي اسئله كتير جدا نحتاج لردود قانونيه، ان الراجل يتحول للنيابه، يتحول للمحكمه، خلاص بقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل. هل ايداعه ده المستشفى هتقعد لوقت طويل؟ انا بدي له فرصه يستجم بعد ما اللي عمله؟ انا مش عارفه حقيقي. عندي العديد من الاسئله، لكن عندي الكثير من الضيوف اللي احنا لازم نتكلم معاهم النهارده. وخلينا بس اقول حاجه مهمه، ان احنا لازم نروح للجمهوريه الجديده، يعني نروح للجمهوريه الجديده بقى بقوانين جديدة، باحترام مواطنتي بشكل حقيقي، وليس فقط من رئيس الجمهورية فقط. احترم على كل المستويات، لما وزير التربية والتعليم يعمل مواعيد الامتحانات بعيد عن يعني خميس العهد أو سبت النور، الفكرة دي أصلا يعني مؤذية جدا، مجرد ما بحس أن أنا لا أحترم من بعض الوزارات. يعني ده بقالنا سنين على الحالة دي، ما أنت ممكن ببساطة شديدة جدا يبقى عندك ناس تقولك التاريخ ده في مناسبات دينية إسلامية أو مسيحية ولا، يعني في خطوط عريضة كتيرة جدا، إن اللي بيعمله السيد الرئيس بيهدم من بعض العقليات اللي هي مش مدركة تأثير ده على الواقع إيه. نحتاج للثقافة، نحتاج للفن، نحتاج للخطاب الديني، نحتاج لتوافر الفرص وتكافؤ الفرص بين الناس، نحتاج لاحترام الآخر بشكل حقيقي. رئيس الجمهورية كل ما بيطلع، وكنت كل مرة بقول لحضراتكم فين الكنيسة؟ لازم كل مكان يبقى فيه كنيسة، يبقى فيه جامع، يبقى فيه كنيسة. فين الكنيسة؟ وبيسأل بشكل مباشر وعلني قدام الناس كلهم وبيفتتح أي مكان جديد. ده كلها قلت إن دي رسائل، الرسائل إن هو يشتغل لوحده ده مش كفاية، لازم كل الأجهزة، كل المؤسسات تكون على نفس القدر من احترام المواطنة الحقيقية. وبأكد على كلمة حقيقية، لأن يعني ان احنا نقعد نجامل بعض من بعيد ده شيء مؤذي. فكره ان انا اشوف قضيه مفيش يعني وجود رمضان والانشغال برمضان، لكن تسليط الضوء عليها مش بالشكل المرضي، ده شيء مؤذي. خلينا نطلع نشوف سيد الرئيس وهو بيقول بنفسه فكره الكنيسه مهمه في المكان ده. صدقوني ده كلها رسائل، انا كل مره كنت بطلع بقولها وباكد على الجمله دي، دي رسائل، دي مش الكنيسه اللي هتتعمل دلوقتي بس كان ممكن يقول لهم وهم في الكواليس يا جماعه فين الكنيسه، لكن دي رسائل الناس لازم تاخدها. خلينا نطلع نشوف، هندور على حقنا، ما بقيناش بنسكت، بقالنا 3 ايام احتراما لقس كبير وقمص كبير له كل الاجلال والتقدير، ما نقدرش نتغافل حادث زي كده. اقدر المكان اللي انا فيه، نحترم الحادث، وده اقل حاجه ممكن نعملها، وان احنا معاهم من اول الحادثه مباشره الى النهارده الصلاه الثالث، وكل ده هيبقى معانا على الهواء. خلينا نطلع نشوف السيد الرئيس، لان دي مش حاجه تعدي وخلاص، دي حاجه احنا متمسكين بيها وهنفضل وراها لحد ما نبقى مع الرئيس ده في الجمهوريه الجديده بالشكل اللي هو عايزه لينا وعايزه ليه في الجمهوريه الجديده. خليكم معانا نطلع نشوف جزء من كلمه السيد الرئيس وسؤاله عن الكنيسه، ونرجع نكمل في حلقتنا. احنا عندنا هنا قوانين بتنظم قعده 150 سنه تنظم بناء البناء اسمه البناء الموحد، كان من ضمنها بناء الكنائس في مصر. قعد 150 سنه هذا القانون ما يخرجش في مصر. القانون ده احنا خرجناه حتى نعمل استقرار في هذا الامر وننهيه. لو انت عندك غضاضه عندما ترى كنيسه قدامك، انت تفتش في كمال ايمانك. انت مالك؟ انت مالك؟ انت تخليك في حالك عسى انك انت تنجو يوم القيامة بنفسك أمام الله. فخليك بس أمين على دينك أنت، مش على دين الآخرين. عاصم أفندم، إحنا قلنا مش هنعمل مكان نحط فيه جامع إلا لما يكون في كنيسة. في كنيسة إحنا عاملين كده، ولو مش عاملين نعمل. حاضر. إحنا في 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 المجمعات الكبيرة في الإسكان الاجتماعي، في إنما المشروعات الصغيرة بيبقى فيها مسجد أو يعني مصلى بس ما فيهاش مسجد، لأن الحجم السكاني ما بيوصلش للمعدل. أنا على كل حال ده يعني حاضر فهم. حتى لو إحنا عملنا حاجة فوق المعدل، لا حتى عملنا حاجة صغيرة. حاضر فهم. يعني ما هما النتيجة بتعمل إيه؟ يقول لك خلي أعمل الشقة دي كنيسة. طب ليه؟
لا احنا المخططين حتى لو كانت حاجه يا دكتور مصطفى ل 150 واحد ل 100 واحد ل 100 مواطن يعني. تمام فهمت. احنا لما كنا بنيجي نروح اشقائنا واهلنا هنا في مصر ونحتفل معاهم ولا نقول لهم نبني كنيسه ولا ده، احنا كنا بنقدم ديننا. انا كنت بقدم ديني اللي انا فاهمه. احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامل البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا. الدولة بقت معنية بأنها تبني في كل مجتمع جديد وحتى حل مسائل للقديم، تبني الكنائس لمواطنيها لأنهم لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع. طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة. المسالمة وليست المستسلمة، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا مسالمين لأبعد مدى، محدش يشكك أبدا في وطنية ومسالمة الأقباط ومحبتهم، لكن مش مستسلمين، وده اللي لازم يعني نفصل فيه كويس جدا. فكرة السيد الرئيس وهو بيشير إلى أن لازم يكون في كنيسة في كل مجتمع جديد، خلينا أقول لك يا رئيس، وكمان الأماكن القديمة اللي ما كانش فيها وما لحقتش الخير بتاع الأيام دي، خلينا نعمل لها نظرة جديدة. خلي الحوادث اللي بتحصل دي، خلي دم الشهداء ده زي ما بنقول على دم شهداء الوطن هو اللي بنى وعمل كل المشاريع دي، خلينا كمان نقول على دم شهداء الأقباط إنهم يصححوا مسارات كتيرة محتاجينها تتصحح. عندنا نقاط كتيرة فيها وجع وألم نحتاج للنظر فيها، عندنا نقاط كتيرة لسه بتوجعنا، لكن عشان بنحب بلدنا وعايزين الدنيا تمشي وعايزين التطور اللي حاصل ده يحصل، بنقول ان احنا نستنى شوية، لسه علينا شوية. بس مع الخبطة اللي حصلت دي مع استشهاد أتسابونا، ودي مش المرة الاولى، وكل ما نقول كفاية بقى الله ده احنا خلصنا، ده احنا ده اخر حادثة وبعد كده الجاي امان وسلام ومش هيحصل تاني، كل ما بنقول كده بتيجي حاجة تزيد الوجع. وكل ما نبقى في امان اكتر وفي يعني في سلام اكتر وفي تقدم وفي اخاء وفي رئيس جمهورية للجميع موجود وعندي رئيس محكمة دستورية قبطي، كلها دي حاجات إيجابية بتطمني لبكرة. تيجي حادثة زي كده ترجعني تاني لبعيد قوي، مش عارفة أنا أخاف أقلق أتخض ولا لأ. لكن كل ده ممكن يزيله شيء واحد، أحكام قانونية صحيحة، وإن كانت هي لوحدها مش الحل، مش القانون لوحده الحل، وده يمكن كانت كلمة عظيمة في اتصال من أنبر وفقيل لينا، وخلينا هناخده مع الوقت. بس خلينا دلوقتي نطلع مع حضراتكم نشوف صلاة الثالث اللي كانت اليوم، وتجمع كبير من شعب الإسكندرية وكنائس الإسكندرية، لكن ترأس الصلاة صلاة الثالث اليوم الآباء الأساقفة الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف وسط شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إيميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والقمص رويس مرقس والوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية، وحشد كبير من الشعب القبطي بالمحافظة في مختلف الكنائس. خلينا نشوف جزء من صلاة الثالث ونرجع نكمل مع حضراتكم. خوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة ماري معلمنا يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر
بركاته. ومعلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته مع جميعنا. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، فلا تهمني يا رب وإلهي ولا تبعد عني. شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه قد جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الكيسادات. الرب عن يمينك يا بان الطوبى والبار، أبينا البطريرك الأنبا تودروس الثاني، وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بافلي، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا هرمينا. الرب يحفظ لنا حياتك. ربنا يريح نفسه ويعزي كل أبناء ومحبيه. خلينا كمان مع حضراتكم ناخد جزء من مراسم الدفن واللي كانت في دير مريمينا، ويمكن ده في طبطبة كبيرة على أسرته وعلى كل محبيه أن يكون وسط شهداء شهداء كنيسة القديسين. يعني ده شيء عظيم ومكانة يستحقها أتسابونا، أن يكون في مكان الناس تروح وتاخد بركته وتعرف توصل له، ويفضل طول الوقت في ذاكرة الكنيسة والناس، وإن كان حتى لو ما كانش في دير مريمينا برضه هيفضل في الذاكرة وفي القلب. لكن هذا تكريم كبير، ويمكن كان نقطة هامة جدا أن يتم دفنه في دير مريمينا وسط شهداء كنيسة القديسين. خلينا مع حضرتكم نشوف جزء من هذا ونرجع. ورغم التضحيات والحب اللي قدموه، لكن ربنا باصص ليا وليك. قال كده: فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. زي كده في احتفال كبير وفي لسه حد ما جاش، فأقول طب احنا نستنى شوية لما الباقي يوصل. قال هؤلاء مشهودا لهم بالإيمان ولكن لم ينالوا الموعد، لسه ما نالوش المواعيد، لسه المكانة الحقيقية بتاعتهم لسه ما حصلوش عليها. طب ما امتى المجد ده؟ اشوف الدول اللي لسه ملهاش 200 300 سنه ولسه ملهاش تاريخ، ويشوفوا حضاره الفراعنه. الناس دولت لينا حق ان احنا نفتخر ان احنا اولاد الفراعنه.
احنا اولاد الشهداء، اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. هما موجودين حوالينا في كل وقت، هما بيساندونا وبيأزرونا. لما نصلي في اللوتريجيات بتاعتنا، لما نيجي نصلي العشية نعمل زوكسولوجيات للقديسين، نبتدي بالعذراء والملاك والقديس الشهداء ما هم موجودين معانا، موجودين معانا. لما نصلي القداس نعمل لهم تمجيد ونذكرهم في المجمع. ولما يكون في عيد حد من القديسين أو أي مناسبة في التوزيع لازم نعمل له التمجيد اللائق بيه، بالذات القديسين المصريين. اعتادت الكنيسة تقول لهم أبكران، مجدك عظيم في كل الكورة، اسمك مكظم، لأن هم فعلا محيطين بينا، محيطين بينا. طب ولما أنت يعني يوصل لك الإحساس ده، المفروض يحصل لك إيه؟ بيتكلم قدس أبونا، دي عزة قدس أبونا أرسانيوس وديد، عن القديسين وشفاعتهم، وإن إحنا أبناء الشهداء، وإن إحنا أولاد الفرعنة، وبيتكلم إن هما موجودين حوالينا طول الوقت، زي ما إحنا واثقين دلوقتي إن قدس أبونا شفيع عننا في السماء، وإنه موجود حوالينا حاسس بكل اللي بيحصل، إن شاء الله حقه يرجع. دي أهم شيء ممكن يكون تعزية حقيقية لكل شعب الكنيسة والأسرة أبونا، إن حقه يرجع. فكرة إن إحنا نحزن وفقط، لا، إحنا مسالمين وليس مستسلمين زي ما قال السيد الرئيس. أقيمت أمس صلاة تجنيز الأب المبارك الشهيد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز بالإسكندرية. أثر استشهاد طعنة غادرة على يد شخص مجهول مساء أمس، وكان عدد كبير من الأسر يعني الشعب موجودة لتوديعه في الوقت ده، وكمان شارك في صلوات تجنيز من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة، الأنبا أرمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية، والأنبا إلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمين، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إلاريون، أسقف البحر الأحمر. كما شارك في الصلاة القمص سيرجيوس وكيل بطريركية بالقاهرة، والقمص إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، جانب مجمع كهنة الإسكندرية وعدد من الآباء الرهبان. وعقد انتهاء الصلاة حمل جثمانه الطاهر في سيارة خاصة وتوجهت به إلى دير الشهيد مريمين بمريوط، وذلك لدفنه في مقبرة شهداء الإسكندرية. وأنا شايفة أن ده شيء مرضي لأسرته، والكل محبين يقدروا يروحوا وياخدوا بركته ويتواصلوا معاه طول الوقت، لأنه شفيع عنا وعنهم في هذا التوقيت. معانا ومع حضراتكم أستاذة هايدي وديد، شقيقة القمص الشهيد أرسانيوس وديد. خلينا نقدم لحضرتك بخلص العزاء أستاذة هايدي. شكرا شكرا، ربنا يعزي كل الكنيسة ويعزي كل شعب. برحب بحضرتك وربنا يعزي قلبك، وكلمينا عن قدس أبونا وعن علاقتك بيه، وكيف تلقيتي الحادث، الخبر عن الحادث؟ يعني أنا حابة في الأول إن أنا أتكلم عن قدس أبونا في المرحلة الأولى، وهو يعني قبل ما يتولد، يمكن حاجة مش ناس كتير تعرفها، إن أبونا إن والدتي كانت موجودة في كنيسة العذراء محرم بيه، وفي اليوم ده سنة 61 كان قداسة البابا كيرولوس جاي الكنيسة العذراء، وبعد ما دخل قداسة البابا والكنيسة وصل للخورس بتاع الشمامسة، هو رجع تاني، وكانت والدتي واقفة في عند الممر يعني الكراسي، وبالصليب كده راح رشم على بطنها وقال لها مباركين مباركين، وفعلا ماما جابت توأم اللي هو أبونا أرسانيوس وأخوه عادل وديد وحدين في أمريكا. بركة كبيرة، يعني ابن الموعد من وقت ما كان لسه طفل جنين يعني. ابن الموعد فعلا. وأخويا طبعا هو في أمريكا برضو، دي خدمة جميلة، أشكر ربنا يعني.
بيت بركه يا تسوني، يعني كلمينا عن فتره شبابه كمان، علاقته بيك واخواته باسرته. هو ابونا كانوا طبعا هو واخوه عادل وقتهم كله في الكنيسه، ارتباطهم بكنيسه العذراء محرم بيه كانت بالنسبه لهم هي بيتهم اللي هم بيحبوه ودايما موجودين فيه، منين ما اي حد بيروح بيلاقيهم على طول. كان في وهم في سن اعدادي كان في فريق جميل قوي في الكنيسه اسمه كشافه العذراء، كانوا بيعملوا انشطه كشافيه وكانوا مجموعه من الشباب كلهم اغلبيتهم فعلا خدام موجودين، هم كانوا اصدقاء لابونا والاخوي عادل وهم كلهم فعلا دلوقتي خدام وكثير منهم موجود في دول كثيره في العالم. لما كبر شويه وكده يعني في مرحله الطفوله والدتي كانت يعني ام تقيه جدا بتحب الصلاه وبتحب ربنا جدا وكانت دايما بتعلمنا قراية الإنجيل من الصغر وحب الكنيسة، وكل ده فعلا اتزرع فينا واتزرع في أبونا بشكل كبير جدا، وهو يعني عاش الحياة دي وعلم الحاجات دي فعلا لشعب كنيسته ولكل المجموعة اللي كانت بتخدم معاه أو اللي هو بيخدمهم. تصوني هو صحيح ما كانش عايز يتجوز ويرتبط وكان عايز يتربن؟ هقول لحضرتك فعلا يعني هو في نقطة إن أبونا ابتدى خدمته في مدرسة الأحد وكان في كنيسة العذراء وفي جمعية السبات دي في غربال دي تبع كنيسة العذراء محرم بيه واستمر فيها. أبونا كان دايما الأوقات اللي بالنسبة له يعني أجازات شباب كل ده كان بيروح يقضي فعلا خلوات في الدير مريمينا، وطبعا حتى كان بيروح دير البحر الأحمر وأجورت ودير الأنباب شوي باستمرار، وكان كل حياته بيبقى دايما مواظب على الصلاة على طول وحضور القداسات والكنيسة. واحنا كلنا كنا عارفين ان هو في يوم من الايام هيبقى يعني هو مشتاق لحياة الرهبانة، وكلنا كنا عارفين ان في اليوم في يوم من الايام فعلا هيبقى راهب، لكن مشيئة ربنا هي اللي كانت انه يختاروا كاهن. في يوم كده لقينا أبونا ماكسيموس وأبونا دوماديوس دولت كهنة في كنيسة العذراء، كهنة المسؤولين في كنيسة العذراء، هم فعلا لأنهم جايين عندنا في البيت وبلغوا والدي ووالدتي، وكان أبونا أرسانيوس موجود اللي هو أخويا إن فعلا اختاروا أنه خادم أمين أنه يبقى كاهن. وكان في الوقت ده مجموعة كبيرة من الناس مرشحة أسمائها، لكن هو اختيار ربنا كان كده ان يبقى كاهن، وهو قبل الامر ده وفعلا هو عايش حياه الرهبنه حتى وهو في خدمته الكهنوتيه. استاذه هايدي خليني اقول ان انا بشكر وجود حضرتك معانا. فكره احنا بقالنا ثلاث ايام بنتكلم عن قدس ابونا وقت الاستشهاد في وقته لحظاته الاخيره، لكن جميل ان احنا كمان نعرف عنه اكتر ونتكلم عن وقت حياته ورحلته الى ان وصلنا انه يكون شهيد وشفيع عن الكنيسه كلها. خليني أسأل حضرتك، زوجة أبونا قريبة من حضرتك، هل ممكن نكلمها؟ لا هي أنا هي مش موجودة معايا، مش موجودة في المكان اللي أنا موجودة طيب فيه. طيب طمنينا عليها وأخبارها إيه؟ هو هي تسوني مرسى يعني خادمة جميلة. هي طبيبة؟ نعم هي طبيبة؟ الدكتورة مرسى، يعني هي بتحب دايما كلمة تسوني أكتر لأن هي شخصية محبة جدا لربنا، خادمة كبيرة وجميلة. أنا عرفت إن هي كمان كانت برضو مايلة إنها تكمل في الرهبانة والبكاء. وهي تسوني مرسى كانت فعلا اتجاهها في الرهبانة، وربنا يعني أشاء إن هم يخدموا ربنا بكل وقتهم وبكل حياتهم. كيف تلقت الخبر وحضرتك كمان إزاي تلقيت الخبر يا تسوني؟ يعني هو خبر أنا ما كنتش مصدقاه فعلا، وبلغني بطريقة أنا اتفاجئت فعلا بيها. يعني أنا يعني لغاية دلوقتي ممكن أقول لحضرتك إن أنا مش مصدقة أن الأمر ده حصل طبعا. لأن يعني كأنها قصة قدامي أو حكاية معينة، لكن أنا مسلمة الأمر لربنا وصلي إن ربنا يديني تعزية ويديني سلام.
رحتي للمستشفى يا استاذه هايتي؟ نعم. رحتي المستشفى؟ اه كنت موجوده تقريبا على 9 مساء كده في المستشفى القوات المسلحه في سيدي جابر في الاسكندريه على الكورنيش، وكنا متواجدين لغايه ما يعني تقريبا الوقت متاخر يمكن بعد 2:30 بالليل 3 حاجه كده 2:30 2 بالليل، وكنت شفت ابونا وهو في المكان. لو شفتي الشخص اللي اعتدى على اوتسابونا هتقولي له ايه؟ اه الشخص اللي اعتدى على اوتسابونا اقول له ربنا ينور حياتك، انت شخص غلبان والضلمه هي اللي اعمت عينيك فانت مش شايف غير الضلمه، وان الشيطان بيضحك على الناس دي بعقولها وبافكارها وبيستخدمهم بطريقه غلط، بيصور لهم ان في حياه تانيه جميله بتنتظرهم مكافاه عن فعلهم الشرير اللي هم عملوه، هم مخدوعين، هو انسان مخدوع. يعني انا بعتبره ان انسان مقصور لايد شريره بتستخدمه وهو مش فاهم ان هو هيكون دي يعني عقاب من ربنا عن الامر الشرير اللي هو بيعمله. استاذه هايدي يهمني مشاعركم كاسره بان يكون في قرار بيدفن قدس ابونا جثمانه في دير مريمينا بمريوط. مشاعر حضرتك ايه واسرتكم وكيف كان استقبالكم لهذا الخبر؟ طبعا الخبر ده كان بالنسبه لنا يعني مفاجاه كبيره، وكان تقدير عظيم من كل الاباء والاساقفه وقداسه البابا طبدروس، التقدير العجيب والعظيم ده فعلا. يعني عايزه اقول ان ابونا ارسانيوس فعلا يعني كان شخص نشيط جدا، شخص محب جدا، شخص بيستثمر كل وقت وكل دقيقه بالنسبه له، ما فيش حاجه اسمها نهار ولا ليل ولا بيت ولا اي حاجه، هي كلها خدمه للكبير وللصغير، للطفل، للام، للارمله، للشيخ، للشاب. كان واضح جدا من كتر الناس الموجوده من التاثر اللي كان موجود، مش حاضرين تاديه واجب يا استاذه هايدي، كانت الناس كلها حاضره وكان ابونا جزء من كل اسره من الناس اللي كانت موجوده. ده شفناه في النقل اللي كانت عاملاه ميسات بقالنا 3 ايام للجنازه وللدفن وكل التفاصيل، كان واضح للناس وكانهم بيتعاملوا مع فرد من اسرتهم. هو كان يعتبر بالنسبه لهم كانه مش بيتعاملوا غير مع اب موجود وسطيهم في كل حياتهم، كبيرها مع صغيرها. يعني ما كانش غير انه بيوزع محبه في كل ابتسامه وفي كل كلمه وفي كل طبطبه وفي كل يعني حاجات ما تتحكاش، يعني هي حاجات تحسيها من عينيه اللي بتشع بالمحبه وقلبه اللي مليان حب وايديه اللي كانت دايما مفتوحه. خليني اقول لك انا شفت له صوره وهو بيلعب قطه. اللي بيتعامل مع الحيوانات بالرفق ده بيبقى انسانيا في درجه عاليه جدا، فما بالك هو اكيد بيتعامل مع ابنائه ازاي في خدمته وفي كنيسته. هو ابونا من طفولته هو كان بيحب الحيوانات والكلاب والقطط والطيور. ده اي انساني مش اي حد يوصل له ولا اي درجه ممكنه. عنده رقه كبيره للحاجات دي. بشكرك جدا وربنا يعزيك وهو شفيع عننا وعنكم في السماء. بشكر حضرتك جدا استاذه هايدي وديد شقيقه القمص الشهيد ارسانيوس وديد. مع حضراتكم هنكمل وهنسمع جزء من كلمة صاحب النيافة الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، وكلمة تعزية منه كانت كلمة طبطبة على كل شعب إسكندرية والشعب المصري المسيحي أثناء صلاة التجنيز على أوتسابونا. خلينا نطلع نسمعها ونرجع نكمل مع حضراتكم، لأن سيدنا تطرق لحاجات كتيرة جدا، منها أن احنا لازم يكون في قانون رادع ونحن نحترم القانون، وأيضا أن احنا نكون عندنا شيء من الغفران لكن في حدود المفروض. يعني خلينا نطلع نسمع الكلمة ونرجع. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. باسم صاحب الغبطة والقداسة نقدم العزاء للكنيسة وللأسرة وكل أحباء أبونا أرسانيوس وديد الذي أعرفه جيدا، باسم أصحاب النيافة الموجودين معانا، نيافة الأنبا أرمية ونيافة الأنبا إيلاريون البحر الأحمر، نيافة الأنبا إيلاريون غرب اسكندرية، ونيافة أنبا هرمينا المسؤول عن كنيسة أبونا. لكن أعطوني الكلمة سأتكلم قدر قليل عشان لسه نروح دير مريمينا.
في القانون الفرنسي أحبة التي أخذت منه مصر كثير من القوانين، يقولون أن الدولة إقليم وشعب وقانون. عندما تريد أن تطلق على مكان اسم دولة لابد أن يتوفر فيها ثلاث شروط: إقليم وشعب وقانون. ويقول الكتاب المقدس في رسالة رومية أن الملك لا يمسك السيف عبثاً، بل مرسل من الله للانتقام من فاعل الشر ولمدح لفاعل الخير. فنحن الآن في الجمهورية الجديدة، كان سابقاً ربما بعض الأمور تخفى عن الأعين، لكن اليوم هناك شفافية. فالذي فعل فعلته الشريرة هو مجرم بكل المواصفات، ولا يستطيع أحد أن يبرئه. وأيضاً أقول أن دم أي شخص بريء أياً كان في أي مكان، دم كل شخص بريء سفك على الأرض، هذه الأرض بالعهد القديم أنها لعنت. قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، ملعون الأرض بسببك. عندما يا أحبة، عندما تسفك دم بريء تعمل عملها من جهة المحبين الأتقياء، أما من جهة الأشرار فهو نصيبهم الشقي. لأجل ذلك سفك دم هابيل البار، وهذا كان في تاريخ قديم. المسيح إلهنا عندما جاء في الجسد قال يأتي عليكم كل دم زكي، سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. عشان كده يا أحبة لابد أن نثق كل الثقة أننا مع إله عادل، إله محب. لكن خلوني أكلمكم كلمتين للناس الموجوعين، وأنا أيضاً معكم موجوع. سأتحدث إلى عواطفكم ومشاعركم. حدثتكم عن العدل والقضاء والقانون، لكن لابد أن نعرف ما تسمى مسيحيتنا. ما هي مسيحيتنا؟ نحن الذين نعلم المسكون الغفران. نحن نستطيع أن نغفر لصالبينا. العظيم ان سيدنا قال اللي في قلوبنا كلنا، نحن شعب نغفر، اتعلمنا المحبه، اتعلمنا العطاء، اتعلمنا الاحتمال، ده اكيد. لكن القانون والعدل والقضاء ده شيء مهم جدا، وهو مش استسلام، احنا مسالمين وليس مستسلمين. ده اللي قاله سيدنا، وقال ان الملك لا يمسك السيف عبثا بل مرسل للانتقام من فعل الشر. فكره ان الملك لازم يكون ياخد بحق اللي اتظلم او اللي اتغدر بيه، فكرة إن إحنا من قلوب موجوعة ومجروحة، ده قاله سيدنا، وكلنا نشعر بكل هذا. الكلام المحدد الواضح إن إحنا ننتظر القانون والقضاء والعدل، واتكلم عن الدولة بيكون شروطها ثلاثة: إقليم وشعب وقانون. ثلاثة دول فقط اللي تقوم بهم الدولة. لو استثنينا القانون مش هيكون عندي دولة، لو ما عنديش إقليم فأنت ما عندكش مكان فما فيش دولة، لو ما فيش شعب يبقى ما فيش دولة. فأكيد الثلاثة مهمين جدا يبقوا في نفس الطريقة والتوازن موجودين بيها. سيدنا قال إن لا يستطيع معاقبة بريء، ولكن الشرير في ناس بتدعمه أيضا بتتجازى على هذا الشر. كل اللي قاله سيدنا أعتقد كان في قلوبنا كلنا. كنت حريصة أن تكون معنا كلمته النهاردة ونسمعها، لأن يعني كانت الجنازة صعبة جدا جدا جدا، وكان الموجودين كلهم متأثرين، لأن واضح أن محبة أتسابونا الشهيد كانت في قلوبهم كبيرة جدا. كمان نيافة الأنبا هرمينة أسقف شرق وسط القاهرة، واللي كان ليه كلمة قوية في الجنازة، وقال أن زفينا النهاردة أبونا أرسانيوس وديدي شهيد جديد كنيستنا الحية على الأرض، لكن هو كمان بيتزف دلوقتي وسط الشهداء والقديسين في السماء. خلينا نطلع نسمع جزء من كلمته ونرجع نكمل مع حضرتك.
أبونا المحبوب أبونا أرسانيوس وديد شهيداً جديداً من كنيستنا الحية التي تروى بدماء الشهداء، فهو أحدث شهيد في الكنيسة. أعتقد أن الزفة اللي تزف بيها فوق في السماء أعظم بمراحل كتير من الزفة اللي احنا هنعملها النهاردة. ولكن أبونا أرسانيوس ككاهن وأب وخادم أمين خدم شعبه بأمانة سنين هذا عددها، ربنا حب كمان إنه يتكلم مش بس بإكليل الكهنوت، ولكن أيضا أعظم إكليل إكليل الشهادة. هنيئا لك يا أبونا أرسانيوس بهذا الإكليل المبارك. أنا هقول لكم بس ثلاث تنبيهات. أولا بنشكر نيافة الأنبا كيرلس. خلينا مع حضراتكم ناخد مداخلة تليفونية. جناب القس يوسف ميخائيل كاهن كنيسة القديس بسيدي بش، برحب بحضرتك قدسابونا. أهلا أهلا حضور. تعزينا لقدسك ولكل شعب الكنيسة ولكل محبي قدسابونا. أشكرك. حابين احنا عارفين قدسك كنت صديق لقدس ابونا المتنيح، حابين نعرف من قدسك يعني تفاصيل عنه اكتر، عرفنا بيه علاقتكم، ايه اهم المواقف اللي تحب الناس تكون عارفاها عن قدس ابونا؟ بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هو الحقيقه ما اقدرش اقول صديق، لكن احنا تربينا على ايديه، لان معرفتنا بابونا ابتدت من سنه 89 لما انا كنت في اعدادي. هو كان خادم مميز بالظبط. ابتدت المعرفة بأن احنا كنا في إعدادي ودخل لنا خادم جديد في الأسرة، وخادم كان مختلف من أول يوم دخل فيه. هو دخل في الأول كده كان ساكت، بعدين لما ابتدى يتكلم بقى ابتدت يبان عليه النعمة والامتلاء اللي هو كان فيه، لأنه ربطنا جدا 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 بالقديسين، وربطنا بالكنيسة ربطة جامدة قوي، ربطنا بأقوال الآباء، فكان مختلف مع خدمة فردية ما كناش شفناها قبل كده. يعني هو ادى نموذج مميز خالص. يعني انا بس مش عايز الناس تفتكر ان انا هتكلم عن حد عشان نضيف له صفات مش موجوده فيه. الحقيقه احنا انا شايفه اتسابونا لو سمحت الخير اللي احنا اتعلمنا فيه ده ده جزء من حقه ان الناس تعرفه اكتر. مش عيب ابدا ان هو يكون شخص كامل، يعني عنده صفات كتير حلوه، وده واضح وكلنا شفناه من خلال عظاته ومن خلال خدمته ومن خلال محبه الشعب اللي كان حاضر علشان يودعه. واضح ان في محبه حقيقيه. ده حقيقي. احنا الخير اللي احنا فيه دلوقتي هو بسبب خدمته هو. يعني الاسره بتاعتنا، هو خدم اسرتين في الكنيسه، كان بيخدم في العذراء محرم بيه، خدم اسرتين، الاسرتين دول فيهم على الاقل على الاقل اربع اباء كان من اللي هو خدمه. يعني طلع منكم كمان شباب محب للخدمه انه يدخل في الكهنوت كمان. ربنا اختار. سابونا ايه اللي انت كنت حابب تبقى زيه فيه لما تكبر؟ هو من اعدادي معنى كده ان انت كنت لسه بتدور على القدوه، يعني واضح ان قدسك متاثر بيه. كنت ايه اللي شايفه بالضبط فيه وقلت لما ابقى كاهن هعمل ده، هكمل على اللي عمله ابونا ارسانيوس؟ لما اترسمنا كهنه كان يعني نشكر ربنا كان في اعداد كويس لموضوع الكهنوت في الأربعين يوم، لكن برضه فضل الحته بتاعت التنفيذ العملي للخدمه محتاجه نموذج. النموذج ده كان بصراحه كان ابونا. يعني انا لحد دلوقتي لما بقعد مع الخدام بتوعنا في اعداد الخدمه بحكي لهم على مواقف حصلت مفيده لحد النهارده. ابونا كان بيحب جدا الانجيل وبيحب جدا الحته العمليه. انا عمره ما كان بيسيب درس في مدارس الاحد مثلا الا ولازم يحط في الحته العمليه، وكان بيقول لنا كده. كان بيقول لنا لازم الدرس يرتبط بجزء عملي ولازم يرتبط بشيء واقعي وسير القديسين عشان يبقى ليه مردود عملي ويلزق في الذهن كده. بس واضح انه كان محب للقديسين يا اتسابونا. نعم كان واضح محب للقديسين ودايما في عظاته يتكلم جداً عنهم جداً وعن جداً الشفاعه وعنهم موجودين حوالينا فوق ما تتخيل. احنا اسرتنا كانت مرمينا والبابا كرولوس، كانت أسرة بتاعتنا اسمها كده الشفيع بتاعها، والعجيبة إن ربنا يعني
رفعه واختار ان يكون مكانه دير مريمين والبابا كرولس، يعني الدير اللي في مريمين. انبسطكوا قرار انه يكون الدفن الجثمان في دير مريمين؟ احنا الحقيقه احنا كنا قاعدين نتفرج على الاحداث كلها مذهولين، يعني ان ربنا رفعه لسه مش مدركين الحادث. بقول لحياتك ربنا رفعه يعني عوضه عن كل خدمته، عوضه عن كل السنين اللي هو خدم فيها، حطه في مكانه يعني تكلل كل الامانه بتاعته في الخدمه، وحطه في دير مريمينا. يعني امور بالنسبه لنا احنا لما بنقعد نفكر فيها دلوقتي بنتعجب. يعني هو كان محب جدا للعمل الفردي مثلا جدا، وكان هو كان بيرجع كان بيشتغل كان بيرجع من الشغل نفترض مثلا الساعه 3 ولا حاجه، ويقعد يشتغل خدمه فرديه افتقادات لحد يمكن واحده بالليل. واحده بالليل زمان غير واحده بالليل دلوقتي. واحده بالليل في الفتره اللي بكلم حياتك فيها ده كان يعني ازاي يعني. لكن احنا كنا بنشتاق له وبنستناه، وكان دخوله عندنا البيت دي معناها ان احنا هنتزق روحيا لقدام مثلا 3-4 شهور، فكانت بالنسبه لنا دي حاجه كبيره خالص. قدمنا خدمه فرديه، ولحد النهارده في ناس بتعتبره ابوها لانه واقف مع ناس وقفات جامده جدا، خصوصا لما يكون عائل الاسره مثلا انتقل ولا حاجه كان بيقف زي الاب بالظبط بالظبط. سابونا اسال قدسك سؤال جوايا من اول ما حضرتك معانا في المداخله. قدسابونا يوسف، قدسابونا كان واقف وسط ناس كتير لابسين لبس عادي، لكن هو الوحيد اللي كان لابس لبس الكهنوتي وواضح انه قسيس. هل حضرتك ممكن تخاف او قدسك ممكن تبقى قلقان وانت ماشي في الشارع بعد الحادثه دي؟ انا اسفه للسؤال بس انا متاكده انه بيدور في ذهن ناس كتير. هل ممكن تبقى منزعج؟ هل زوجه حضرتك زوجه قدسك ممكن تقول لك ابقى خد بالك يا ابونا وانت ماشي؟ هو طبيعي كل الناس من نتيجه للاحداث اللي كانت في الفتره اللي عشناها في اول مصر واختفاء الامن وحاجات زي كده لحد ما الامور رجعت، يعني كانت الناس تبقى قلقان. لكن هو ما علمناش كده بصراحه، لان هو كان بيخدم وكان عنده حته شجاعه كده واتكال على ربنا قوي قوي. واحنا ما اعرفش هل اتعلمناها منه ولا لا، بس احنا يعني ما عنديش مشكله مثلا ان انا امشي في الشارع. احيانا لما يبقى الحادث من حد قريب مني ده احيانا بنسمع الحاجات وهي بعيده بتبقى يعني تمام، بنبقى مخضوضين حزنا متاثرين، لكن لما يبقى حد انا اعرفه حد عشيرته حد انا بشوفه حد قريب مني في نفس المكان بتاعي اكيد بيبقى التاثير اكتر. اقول لحضرتك كمان هو يعني لما بنتعامل مع الناس ده بيسيب واقع كويس قوي. الناس ساعات بتبقى خايفه من ابونا، يعني مش عارفه ده يعني ده بني ادم ولا حاجه ثانيه. لكن لما بيتعاملوا مع ابونا وجها لوجه بيلاقوا لا يعني صحيح. بيبتدي الناس تتكلم وبتبتدي الناس تتعامل بطريقه كويسه. يعني مواقف الناس اختلفت الفتره اللي فاتت، بس يعني كان في ناس بتعزينا واحنا ماشيين في الشارع عشان ابونا وسمعنا عن ناس ثانيه بتتصرف تصرفات مش حلوه او بتدي تعليقات مش حلوه. لكن انا شخصيا لما كنت ماشي في الشارع كان الناس بتعزيني وكانت الناس بتعمل تعامل كويس، لكن سمعنا عن احداث طبعا كانت مش حلوه. يعني انا لما بتكلم على ابونا يعني انا بس هو الحاجات الحلوه اللي فيه تستاهل الناس تتعلم منها. يعني انا عايز اقول لك حاجه برضو، يعني ده سبب التسامح. الاحداث الاخيره اللي هي قبل لحظات من الاستشهاد هو كان بيعمل ايه؟ كان طالع بيدي درس كتاب يا ابونا؟ بالظبط، هو كان طالع مع اجتماع الشباب واجتماع الشباب يعني هم قرروا ان اليوم ده يبقى مختلف فيطلعوا يقعدوا. كنت اقول له قدسك الفكره جديده، كسر الملل، طريقه جديده، جذب للشباب حاجه واضح انه كان مختلف. بصي حضرتك لما تساليني على الافكار الجديده اقول لك ابونا ارسنس، لان حقيقي احنا لما كنا مخدومين معاه في الاسره كان بيعمل حاجات عجيبه جدا جدا. يعني هو لما بنتكلم على نشاط هو ما بيتكلمش عن نشاط مجردا كده، هو بيتكلم عن نشاط لهدف روحي. يعني هو يطلع النشاط ويرتب نشاطه وكل حاجه، لكن عينيه على كل اللي موجودين. هو كان واخد الولاد على البحر يديهم درس كتاب. الاعمار اللي كانت معاه كانت ايه يا استاذ بونا؟ انا ما كنتش معاه، لكن هم كانوا بعد اجتماع شباب. شباب يعني 18-19 هم اوائل. قادر يمنع الراجل ده من الوصول ليه؟ شباب يعني فوق ال 18 كلهم ذوبنيه قويه شباب، ما حدش قدر يحجز الراجل ده عنه يبعده عنه. ازاي الراجل ده؟ اكيد سالت الشباب السؤال ده يا ابونا. بص حضرتك ما لما كان بيمشي في الشارع ما اقدرش امنع حد انه يقرب لي، لانه هو كان في وسط الشباب بس يا ابونا.
بقول لحضرتك انا بمشي في الشارع ممكن يقرب لي حد ممكن يكون مش مسيحي، لكن بيبقى جاي طالب طلبات، يعني في ناس كتير بتطلب مننا احنا نصلي لهم، في ناس بتطلب مساعدات، فما اقدرش اقول لحد ما يجيش، لكن يكون عنده نيه يعني مضمر نيه وحشه ومقرب لغرض، ما دي بتاعت يعني ربنا بقى ما اقدرش نعمل فيها حاجه، بل بالعكس احنا بنتعامل مع الكل تعامل حلو. هو ابونا بقول لحضرتك كلمه اخيره يا قدس ابونا اتفضل. هو ابونا كان محب للعمل الفردي وكان محب الوصول للناس كلها لربنا، وربنا كان عاطيله نعمه في الحته دي، يعني كان بيتعامل يعني المنطقه اللي خدم فيها دي كانت منطقه صعبه جدا جدا جدا، احنا كنا معاه لما كان المكان بتاع الكنيسه الاولى اللي ربنا ما سمحش يعني انها تتم. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هو السكينه اتحطت على رقبته في 2001 ده حقيقي قبل كده يعني في 2001 ايوه سيف. انا سمعت حد من اللي كانوا مع زمايلنا في التغطيات فعلا قال انه تعرض لده من 20 سنه تقريبا يا قدس ابونا. بالظبط 2001 كان في مكان كان هيبقى الكنيسه وكان اوريدي كان في خطوات واخدنا فيها خطوات ورحنا نصلي عشيه بالليل، وتاني يوم كان في قداس، انا الحقيقه اشتركت في العشيه بس ما اشتركتش في القداس، كنا شباب يعني كنا شباب معبول. في اليوم ده الخدام دخلوا المكان لكن جت عربيه ابونا تدخل وعملوا عليها حاجز قدام ورا وهددوه بالسكينه وحطوه على رقبته فعلا وقالوا له ما تجيش هنا تاني. يعني الاكليل كان قاعد له قاعد له من 20 سنه. عايز اقول لحضرتك ان ربنا كان بيختار معي، لانه السكينه اتحط على رقبته ما اثرتش فيه وخدم واسس بنى بقى الكنيسه في مكان تاني واهتم بالخدام وجهز اجيال خدمه يعني شربوا منه. حضرتك لما تتكلمي اي حد من المجموعه اللي بتخدم معاها في الكنيسه هتحس بكده. بشكر قدسك قدس ابونا يوسف، بشكرك جدا، ويعني اكيد هو شفيع عننا وعنكم الان في السماء. بشكر قدسك للقس يوسف ميخائيل كاهن كنيسه القديسين بشبرا بسيدي بشر. خلينا نكمل مع حضراتكم، وكلمه هامه جدا لصاحب النيافه الانبا رفائيل اسقف كنائس وسط القاهره عن استشهاد قدس ابونا، وقال ان الحال الامني جيد ولكن غير كافي، واحنا محتاجين ان هذا الملف يكون ملف ثقافي، محتاجين نتعلم ثقافه الاختلاف من غير عداوه. ده جاء في كلمته اثناء ما كان في مداخله على قناه ميساد. خلينا نطلع مع حضراتكم ونرجع نكمل. يعني الرسالة اللي أنا عايز أقولها للناس إن للدولة كمان إن الحل الأمني حلو لكن مش كافي، لأن ما زال نفوس الناس شايلة، ما زال نفوس الناس فيها عداوة بتصدر، فيها كراهية، فيها عدم قبول، فيها عدم فهم، ما يكون يشاع عننا إن إحنا كفرة وإن إحنا مشركين وإن إحنا عباد الصليب وإن إحنا زناة وإن إحنا سكرين، حاجة تكره الناس فينا وتخلي اللي يشوفنا بيتجرف، وبالتالي دي بتخلي أي واحد ما بيطقش يشوف كاهن لابس ملابس كهنوت ولا يشوف كنيسة ولا يشوف صليب ولا يشوف واحد مسيحي أي علامة تبين المسيحي. فإحنا محتاجين يعني الملف دلوقتي يبقى ملف ثقافي من خلال الإذاعة والتلفزيون والجامعة والكنيسة والمدرسة والحضانة تخيل لما يكون في طفله في حضانه رجعت بتعيط لمامتها تقول لها كنت بلعب مع زميلتي، بعدين سالتني انت مسيحيه ولا مسلمه؟ قلت لها انا مسيحيه، قالت لي انا ما بلعبش مع المسيحيين. باي تربيه بنربي اطفالنا من صغرهم يكون عندهم عداوه وكراهيه للاخر وعدم قبول. ايه ذنب الطفله الصغيره ان هي تتسقي ميه الكراهيه والعداوه؟ تعيش ازاي في مجتمع؟ احنا عايزين نتعلم ازاي نختلف لكن ما نتعداش، ما بقاش عداوه، كلنا مختلفين، مفيش واحد زي التاني، وعندنا افكار كتيره وفلسفات كتيره وديانات كتيره وكل حاجه، ربنا سامح بالتعدد وبالتنوع، ليه نكره بعض؟ ليه نقتل بعض؟ حضرتك لسه كنت بتقول في مجتمعات كتيره فيها ديانات كتير فيها يعني كمان ناشوناليتيز كتيره، يعني ممكن مجتمع يبقى فيه مش بس احنا عندنا كلنا مصريين، لكن في مجتمعات فيها كل انواع الشعوب عايشين مع بعض باحترام وتفهم، وانا لازم اخلي الاخر زي بالظبط والا ما اقدروش. عايزين نتعلم ثقافه ان احنا نختلف لكن مفيش عداوه، وربنا يصلح البلد.
ويمكن نيافتك بتقول فعلا نقطة مهمة جدا ان الحل الامني مش كفاية. طبعا هو جيد لكن كافي، ما هو بيحصل هو صحيح. احنا بقالنا فترة حلوة عايشين في هدوء وسلام، والإرهاب قلنا هو خلص، لكن بيبقى واحد بس بيزرق بلد كلها، واحد متعصب متشدد متهور شاف قسيس دم نطر في عروقه انه لازم يموته، ده نكد على البلد كلها. فإذا الإرهاب محتاج برضه ثقافة. بس يمكن المسلسل ده نيافتك متكرر يعني لغاية دلوقتي موقفش. طبعا بقول لحضرتك هو السبب مش بس الحتة بتاعت الانضباط الأمني، حتة ثقافة الناس عندها كراهية لو هو لا بيعرف يبقى عايشين مع بعض، مش لازم أنا أبقى الحدث لا يخص فقط الملف الأمني ولكن الملف الثقافي. كلام واضح ومباشر ومحدد. عندما تعرف المشكلة أنت كده وصلت النصف الحل، فبالتالي اللي بيقوله صاحب النيافة الأنبا رفائيل ده بيخلينا نشخص المشكلة بشكل حقيقي، المواجهة الحقيقية للموقف. فكرة أن النفوس شايلة ده كلام حقيقي وبنقوله بيننا وبين بعض، أن يطلع سيدنا ونقوله بنخبط وبنقول يا جماعة احنا عايزين الحل. في هنا منطقة فيها وجع والوجع بقى كل يوم دلوقتي بيزيد، الدولة في حتة واللي بيحصل على الواقع وفي الأرض في حتة، محتاجين الملف الثقافي يكون فيه تعامل حقيقي، التلفزيونات، الجرايد، الكتب، الندوات، المجتمع المدني، أيا كان بقى إيه اللي ممكن يدخل للناس ويوصل لحد عقولها. عشرات السنين بنت الفكر اللي احنا بناخد الثمر بتاعه دلوقتي. اللي قاله سيدنا حقيقي يعني لمسني جدا، نتعلم ازاي نختلف لكن بدون عداوة. الواقعة اللي استشهد بيها بين طفلة كانت في الحضانة وبتلعب مع طفلة تانية، وانما تسألت انت مسيحية قالت لها لا مش بلعب مع مسيحيين، فده احنا بنشوفه طول الوقت. انت مسيحي لا ما تدخلش الوظيفة دي، انت مسيحي لا مش هينفع تتعالج في المكان ده، انت مسيحي لا يبقى ما تاخدش من الاكل ده. كتير بنتعرض ده، لكن كتير محتاجين لحلول واقعية على الأرض. الثقافة تتكلم، الأمور كلها تتحل، ده اللي احنا عايزينه يبقى واقع. أنا اللي قاله سيدنا ده كلام مباشر، كلنا نصف الحل في نصف معرفة المشكلة، فده اللي أنا بشكر سيدنا عليه. معانا أستاذ أشرف صبحي أمين خدمة بكنيسة العذراء وماري بولس بكرموز، وكان يعني شاهد عيان تقريبا في الواقع أو كان بيخدم مع الشهيد. أستاذ أشرف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تعزينا لحضرتك ولكل شعب الكنيسة. طبعا صدقين احنا موجعين جدا ومجروحين، محدش بصراحة يعني ما جاتلناش حاجة زي كده خالص قبل كده بصراحة. احنا موجعين جدا جدا جدا، مش عايز اقولك الوصف اللي احنا عايشين فيه الكنيسة وشعب الكنيسة وكله بيعزي بعضه دلوقتي. رجعكوا لأيام حدث القديسين يا أستاذ أشرف، هل افتكرتوا حاجة زي كده في اليوم ده؟ طبعا والمروسية يعني جاب كل الذكريات السيئة بقى. طبعا. طب ليه ابونا بيتعامل معاه كده؟ ليه ايه اللي عمل ابونا عشان يتعامل معاه كده؟ دي مشكلة كبيرة. طب ايه اللي حصل؟ ده انا اعرف حضرتك ابونا من 27 سنة. كانت كرموز دي، انا من اهل كرموز، وهو كان بيخدم في العذراء محرم بيه واترشم عندنا في كرموز، واحنا ما كانش لينا يعني ما كانش خادم ولا كاهن بيخش لنا البيت. عرفنا الكنيسه وعرفنا حب ربنا عن طريق ابونا ارسلوس. صدقيني كان ايه مختلف فيه يا استاذ اشرف؟ يعني انت اكيد كان في كهنه وخدام اخرين، لكن من الواضح ان في تاثير مميز وخاص جدا لقدس ابونا. قول لي كان ايه المميز فيه؟ ايه اللي لمسكه بشكل قوي انه سايب التاثير في حضرتك برغم من كل السنين دي دلوقتي جواك؟ حضرتك كان بتعامل معايا كاني ابونا بتاعي انا لوحدي، وبتعامل مع كل واحد ابونا ده بتاعه لوحدي. تخيل ان ابونا ارسانوس ده بتاعي انا، اكلمه عن المشكله، كل واحد يحس بخصوصيه في العلاقه. مش مجرد اب كاهن لا طبعا راجل حاجه يعني، راجل صلاه، منهجه صلاه. صدقيني كنا نحضر معاه قداسات، كان جدولها كان في العذراء المحرم دي. احنا طبعا ما كانش عندنا كنيسه على فكره. انا كنت معاه في كل الاحداث اللي حصلت، حتى في يوم لما اترفع عليه السيوف انا كنت معاه.
معايا حضرتك؟ كنت معايا في نفس يوم الاستشهاد يا استاذ. طبعا طبعا ده انا كنت بتعملوا ايه او ايه اللي كان اليوم ده بيقوله لك؟ اخر حديث كان بينكم؟ كان احنا حضرتك احنا كنا قعدنا احنا انا فاكر اليوم 28/3/2002 بالظبط كده، انا بقول لك التاريخ ده بالظبط. دخلنا اول يوم نصلي قداس، دخلنا الساعة 3 الصبح عشان كانت منطقة مش حلوة يعني. بعد كده حضرتك قعدنا نصلي لحد شهر 8. طبعا احنا شايفين انظار الناس، كنا بنصلي بدري يعني الساعة 5 ومرة الساعة 4 كده عشان ما يبقاش معاد. بعد كده حددنا ميعادنا بقى من 7 ل 9. فتربصنا في اليوم دول، فابونا دخل بالعربية ففتحوا زي ما قال ابونا يوسف كده لحضرتك، فتح على انا بقى يعني الكلام ده كان قدام عينينا. معايا حضرتك؟ بعد كده ابونا رجع قال له هات ورقه من الاسم انك تخش. طب ورقه ايه؟ احنا لا ده احنا طب ايه علاقه الاسم بالكلام ده؟ لا يعني شايفين النيه بتاعتهم نيه مش كويسه. بعد كده رجعنا ربنا اشتغل اسس خدمه. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اسس خدمه حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه بنات واولاد، تخيلي. وكانوا بياخدوا مع كل الاعمار من اول الحضانه لكل الاعمار كل الاعمار. وكان لينا مكان مخصص، كان جمعيه كده صغيره 20 متر فوق سطوح. الكلام ده بحضرتك انا عشته، انا من اهل المنطقه وبقول لك كلام ده واقع، تخيلي. في الفتره ده ابونا فضل يحارب صدقني لحد ما عملنا حديث بينكم اليوم اللي فيه الاستشهاد ده يا استاذ اشرف. اليوم اللي فيه الاستشهاد ده، لا ده كان ابني حضر معاه قداس الصبح. كان انا شغلي بدري، هو بس عمل قداس من 9 ل 11 في اليوم ده. فانا طبعا انا بكلمه على طول قبل كده، ده انا يعتبر كده يوميا بكلمه وهو يكلمني ايه الاخبار، وانا كنت انا ماسك معاه برضو ماسك اخوه الرب معاه. صدقيني ما في بيت في كرموز كلها ما راحوش، حاره حاره وبيت بيت، دخلته انا وهو ما في بيت. وكان افتقاد ننزل من الساعه مثلا، بنبدا من الساعه 5 وطبعا ما فيش حاجه اسمها عنده معاد، نخلص الساعه 11 نخلص الساعه 12، وطبعا يشهد عليها ربنا بالكلام ده كله. صدقيني مفيش حاجه اسمها عنده تعب. من الساعه ينزل لو عنده قداس من الصبح الكنيسه بابا وانا رايح. ده مره طلعت قداس يعني قداس، صدقيني الواحد لما بيفتكر الحاجات دي، كان معانا ملاك كان عايش معانا. هل في احداث صعبه مرت عليكم مع بعض غير الكنيسه وانه ما عرفش يدخل؟ هل في احداث يعني قلت ده اكم ده احنا ده انا كنت بنمشي انا وهو في كرموز كلها، كرموز حضرتك في كرموز وعزبة جورجي ومن الباص، حتت مناطق تعبانه في الاماكن يعني دي. هل كان بيتعرض لمضايقات اثناء خدمته ومروره في الشارع يا استاذ اشرف؟ بص حضرتك بعد كده لما خدوا علينا كان في الاول كان ينزل المنطقه دي على رجل. في الاول طبعا كان بيتعرض كتير، وبعد كده مره يلا يكتب له مثلا حاجات على العربيه وحاجات كده وايات والكلام ده، ننزل العربيه متجرحه، عربيه مكسور ازازه. مره نزلنا رحنا حته، رحنا مشوار لقينا الثلاث فرد كاوتش مقطعين. طب يا ابونا لا نغير ومش عارف، لا ان شاء الله ربنا يسهل وبسرعه يا اشرف. صدقيني تخيلي لما تنزلي في ازازه عربيه متكسر، صدقيني امام الله بكلمك وانت بكل الامان، ينزل يلاقي الازاز كله ازاز متكسر وثلاث فرد كاوتش مقطعين على الارض في كده. بس طبعا كل ده كان كل ده صدقيني وما سمعتش منه حاجه. لا يا اشرف احنا نكمل وربنا يشتغل والخدمه شغاله وكده. لو ابونا يعني سامعك دلوقتي تقول له ايه يا استاذ اشرف؟ اقول له انت في مكان حلو خالص، احنا يعني في ولاد الانبا بخوميس وفي ولاد ابو مقار، واحنا دلوقتي ولاد الشهيد العظيم ابونا اسانيوس وديد. انت اذكرنا يعني قدام عرش النعمه. انا بصراحه بكلمك فعلا انا مش مصدق ان ابونا، انا بتكلم على ابونا اللي راح السما. ابونا كان معانا أول امبارح، احنا كان معانا عمرنا متربيين ان السماء قريبه من الارض، السماء مش بعيده ابدا، وهو ببساطه شديده راح مكانه الحقيقي. ولكن اللي بيألمنا مش الانتقال، اللي بيألمنا الغدر، الطريقه اللي انتقل بيها، فكره ان احنا مستنيين نشوفه بياخد حقه. حضرتك تقول ايه للجاني؟ يعني حضرتك منتظر ايه بقى في القضيه الان؟ وايه اللي يرضيك؟ بص حضرتك كله دلوقتي بيدور ان الجاني مثلا يتعدم. طب انا اقول ما فيش مشكله، ده الحكم الارضي انه يتعدم، ده الطبيعي يعني. بس انا بقول لك حتى لو اتعدم ايه اللي هيفيدنا احنا؟ ايه اللي هيفيدنا احنا؟ ما يحصلش تاني، يكون شيء رادع. من امن العقاب اساء الادب. بص حضرتك عارف ده الفكر بقى بعد اذنك، ده فكر عارفه لو فكر مثلا ارهابي ما فيش، ده معروف ارهابي. عارفه الاخطر من ايه؟ الاخطر من كده ايه؟ ان ده فكر ناس كتير قوي عايشه في وسطينا واحنا مش شايفينهم وعارفين لو حصل كده، لو عملوا كده مع اي حد
هيروحوا الجنة. تخيلي دي المشكلة. يعني هو ما فيش إله عادل هيقبل بإنسان ملطخ بالدماء. اللي يفتكر ان في اله هيقبل بشخص يعني قاتل وقاتل نفس حد خلقه ربنا زيه زيه وهو حكم عليه واخد حكم كمان على الرجل بالاعدام وعلى وعلى ده يبقى شخص دماغه مش موجوده او هو خلاص دماغه دي اتمسحت. اللي يفتكر ان ممكن في اله يعني عادل يقبل بظلم او قتل او الدماء ده هو ما يبقاش عقله خلاص يبقى انتهى. يعني بشكر حضرتك استاذ اشرف صبحي امين خدمة بكنيسة العذراء وماري بولس بكرموز. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم تخطيطنا. من هو الشهيد القمص أرسنيوس وديد؟ كي لا يعتقد أحد أن قتله تم بواسطة شخص مختل عقلياً كما يصدر للشارع المصري، شهر يونيو القادم هو العيد 27 لصيامة قدسه الذي تم بيد صاحب القداسة المتنيح البابا شنودة الثالث، وهو مرسوم على مذبح كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك لخدمة منطقة كرموز. وإذ حاول بناء كنيسة في كرموز وقف له السلفيون ووضعوا السيف على رقبته في شارع 8 في كرموز وقالوا له لو جيت هنا تاني هننحرق. قدس أبونا أنطونيوس في بداية كهنوته أخذ قطعة أرض في منطقة راغب وكرموز بالإسكندرية وشرع في بناء كنيسة وعمل في صمت على أنها مصنع ولم يظهر في الصورة. وكان هذا في عصر محافظ الإسكندرية عبد السلام المحجوب، وعندما اكتمل الدور الأرضي بدأ يصلي قداسات في مواعيد صباحية مبكرة بعدد قليل من الخدام ومعهم بعض أفراد من الرعية، ولكن عدو الخير لم يسكت. وفي يوم وأثناء ذهابه فجرا للقداس كان في انتظاره مجموعة من الملتحين وهم حاملين سيوف، ومن باب السيارة وضعوا على رقبته السيف وطلبوا منه أن يرجع ولا يصلي مرة أخرى. وكان في انتظاره في الكنيسة الخدام والرعية، ولكن حقنا للدماء وتحت الضغط تراجع قدس أبونا والأجهزة الأمنية لم تأخذ إجراء لأنها كانت كنيسة غير رسمية. وفي عام 2008 كان المتنيح الشهيد القمص أرسنيوس وديد هو المسؤول عن خدمة مدارس أحد في مدرسة الثبات التابعة لجمعيات التوفيق والثبات القبطية بشارع إزيس. دخل الأمن وكسر دواليب الخدمة ومنعه ومنع الأولاد والخدام من دخول المدرسة التي هي أصلاً مدرسة قبطية. وعلى الرغم من ذلك كان المتنيح الشهيد القمص أرسنيوس وديد يساعد المسلمين في الخفاء في منطقة خدمته حسب تعاليم مسيحيتنا. وخدم المتنيح الشهيد القمص أرسنيوس وديد ككاهن متبتل لأنه كان ينتوي الرهبنة في دير الأنبابولة، وكانت زوجته تصوني مرسى تنتوي الرهبنة في دير أبو سفين، والاثنين كانوا بالفعل قد حددوا ميعاد تركهم للعالم. ولكن الشيطان لم يهدأ وهيج عليه المتطرفين، وكانوا دائما يطلبون رقبته، ولكن حول الرب حربهم لإكليل مجد. كاهن زاهد في الدنيا عاش ملوش فيها، وربنا زكاه بميتة مميزة في أعلى مرتبة سمائية. صلواته وشفاعاته تعزي زوجته وشعبه وكل محبيه.
برحب بحضراتكم ومستمرين في الحديث عن الشهيد القمص أرسانيوس وديدي. كلنا قلوبنا حزينة، كلنا توجعنا، كلنا أكيد أكيد كانت خبر صدمة، لكن لما بتكون عايش معاه متفاعل معاه بتشوفه بتكلمه بتصحى معاه الصبح بتنزل معاه الشغل بتشوف معاه الخدمة، أكيد بيكون أثر الخبر أصعب كتير علينا زي ما جالنا كلنا. خلينا مع حضراتكم نرحب بتصوني مرسى زوجة الشهيد القمص أرسانيوس وديدي. مساء الخير تصوني. مساء النور، زي حضرتك. زيك تصوني، تعزينا لحضرتك وتعزي الكنيسة والشعب القبطي كله لحضرتك. ألف شكر تعيش. خليني أعرف من حضرتك، عرفيني أكتر بقدس أبونا، تعرفتوا إزاي؟ حابين كل الناس تعرف الشهيد وتعرف عنه أكتر، ده حقه وحق إن اسمه يتخلد في كل البيوت الآن وكل الناس اللي حابة تعرف عنه أكتر. هو الصراحة أبونا يعني شعلة نشاط ما بيديش لجسده راحة، يعني زي ما قال كتير بولس من أجلك نمات طول النهار، يعني حاسس بقيمة الوقت ويعني أعمل خدمات كتيرة في خدمته، في خدمة كرموز، خدمة أطفال وحضانة وإعدادي وثانوي وإعداد خدام، ومن فترة برضو في اجتماع شبان وشابات واجتماع سيدات، ويعني كنيسة فعلا نهضت جامدة جامد في المنطقة بتاعته، وكان بيهتم بكل فرد على حدة يعني، و يكون هو كأن الأب بتاع كل واحد في ظروفه، في عزة، في فرح، في أي احتياج، وبيقف مع الكل. و يعني أبونا دايما مش يعني مشهود بابتسامته، ومهما حصل تلاقيه برضو مبتسم، بياخد كل حاجة يعني بنعمة خاصة من عنده، ما فيش حاجة تخليه يعني يكشر أو يعني تأثر عليه، هو متمتع يعني. إيه أكتر صفة تعلمتيها من قدس أبونا يا تصوني؟ إيه أكتر حاجة شايف أنه هي دي كانت لأ يعني لازم يبقى كلنا عندنا الصفة دي؟ يعني هو التزامه بقانونه وخدمته، مهما كان تعبان ما يعني يضغط على نفسه وينزل، مهما كان تعبان جاي من مشوار بعيد ينزل افتقاد، يعني أهم حاجة عنده الخدمة، وأهم يعني مش مهم راحته، مهما كان تعبان ممكن يبقى مجهد وتعبان لكن برضو لازم ينزل قداسه في معاده، ينزل خدمته، ينزل افتقاده، ما يأثرش خالص في الخدمة دي أهم حاجة، يعني ما يلتفتش لنفسه، يعني يبص لاحتياج الخدمة أولا، دي أهم حاجة عنده. تصوني عرفتي قدس أبونا إزاي وقرار ارتباطكم كان إزاي؟ يعني أنا عرفت إن حضرتك كنت عايزة تترهبني وقدس أبونا كان عنده نفس الرغبة، إزاي التقيتم في هذا في الخدمة بعد كده؟ هو كان في ترشيحات في الكنيسة لاثنين كهنة وما كانوش مرتبطين، وابتدوا يدوروا لهم على الارتباط، وكان اختيار أب اعترافي أبونا مكسوموس عرض عليا الأمر وقال لي نصلي، و يعني حسينا ده خطة ربنا وده ارتياح، وإن كان دي خطة ربنا إن أبونا يجيب نفوس كتيرة للمسيح ويخدمهم، و لأن دي إرادة ربنا يعني دي السكة يعني بتاعت أبونا وبتاعتي نكمل معاه الطريق الخدمة يعني. تصوني في الرحلة دي أكيد في مواقف حضرتك مش نسيها، أكيد في مواقف حابة إن احنا نعرفها عن قدس أبونا، إيه أكتر مواقف حاسة إن هي كانت ده قدس أبونا اللي الناس لازم تعرفه؟ هو الصراحة أبونا كان يعني إيه كتوم جدا، ما يحبش يحكي يقول عملت ورحت وكده، يعني ممكن أنا أسمع من بره بقى، يعني طبعا ما حدش هيمدح في نفسه أو يقول أنا خدمت في حتة فنية أو رحت، لكن الناس كلها طبعا ومحبتها لي وقربها منهم منه يبين قد إيه أبونا عمله، كل الناس بتلجأ له في أي محنة، يبين أبونا شغله إيه وارتباطه برعيته إيه. إيه أكتر حاجة كانت بتفرحه يا تصوني وأكتر حاجة كانت ممكن تزعله وتخليه يبقى زي ما حضرتك قلت كان على طول مبتسم وفرح، لكن إيه اللي كان ممكن فعلا يحزنه؟ أعتقد يعني ممكن ما يقولش، بس ممكن يبقى من جوه لو حد أكيد بعد عن الكنيسة، دي أكيد أكتر حاجة تزعله يعني، وأكيد ممكن ما يتكلمش بس أكيد من جوه يكون بيصلي و يقدم اسمه على المذبح لغاية ما الشخص ده يرجع يعني.
أكيد لو أي فرد في الرعاية بعيد ده طبعا كانت مواقف بتحصل، يعني كان يسعى لخلاص النفس، كان بالنسبة له خدمة هامة. طبعا أكيد. كان هي أهم الحاجات ممكن يعملها بالتواصل مع أشخاص ممكن يكونوا يعني بيبعدوا أو عندهم مشكلة؟ نعم. إيه أهم الحاجات اللي كان في خدمته ممكن يقدمها للناس ليصل إلى خلاص نفوسهم يا تسونة؟ هو أهم حاجة كان عنده الاعتراف، يعني يشجع البنات على الاعتراف، يبقوا قريبين لأبونا ويكون هو أب ليهم وحنين عليهم ويلاقوه في أي وقت يطلبوه. يعني أكيد في نفوس كتيرة مش لاقية الأبوة، في بيوت تعبانة، فبيلاقوا في أبونا بقى الأب الحنين اللي يعوضهم ويرشدهم بقى، يحطهم على الطريق وهم يكملوا ويبقوا خدام. ممكن ناس ما كانوش خدام يعمل منهم خدام، يخدموا ويكونوا تلاميذ له، يجيبوا ناس مخدومين أكتر ومخدومين دول يبقوا خدام وهكذا. يعني إن الخدمة مش مقتصرة على فئة معينة، بتتوسع. وأكثر حاجة إن هو عمل خدام كتير تحت إيده يكملوا الخدمة من بعده. تصوني القراءات اللي كانت ممكن ما بين الأوقات كده، يعني قدس أبونا يحب يقرأها، كانت حاجات عامة ثقافية، حاجات كنسية تاريخية، آباء؟ أنا حابة إن الناس بعينين حضرتك تشوف قدس أبونا. أكتر حاجة كان بيحبها أقوال الآباء، بيحب يحضر درس كتاب يدعمه بأقوال الآباء. كان هيسافر بره يخدم يا تسوني؟ لا، هو كان هيخدم في أسبوع الآلام، كان المفروض يسافر الثلاث الجاي يخدم في إحدى الكنائس بره، بس ربنا لقى له سفرية أغلى، يعني إن هو يتكلل يبقى شهيد. كان ليه ولاده في المهجر كتير، وكان ليه خدمة وكتير من أبناء الفعالين في المهجر، وفي ولاده يدعوه يقضي معاهم وقت، ويبقوا كانوا مستنين، وفعلا في ناس مرتبين ياخدوا أجازات ويستنون. تصوني حابة، معلش هاجي بقى للمنطقة اللي أنا مال بأخر فيها في الحديث، وهو يوم استشهاده. آخر حديث بينكم نزل إمتى؟ خلينا نشوف معاك اليوم ده كان ماشي إزاي، وهل في حاجة حصلت في اليوم ده ما كانتش بتحصل؟ لا، هو كان يوم عادي خالص، أبونا نزل صلى القداس عيد البشارة، وأنا اتصلت بيه على الساعة 2:10، قال لي أنا طالع من الكنيسة ورايح أجيب هدايا عشان لما يسافر، وما قاليش بقى هيرجع البيت ولا لأ. فعرفت إن هو مش في البيت، ويعني إنه مش راجع، يعني مش راجع حالا على البيت يعني. فبعد كده بقى أنا رحت، أنا كنيسة العذراء محرم بيه دي كنيسة خدمتي، أنا مش بخدم مع أبونا في كرموز، لكن كنيسة العذراء محرم بيه قريبة للكنيسة التانية مش بعيدة. فخدمتي في خدمة شابات، رحت على الساعة 7:30 تقريبا أو بعد كده، وكان يوم عادي خالص، مشيت في الشارع وما فيش أي حاجة، ووصلت الكنيسة والساعة 8:30 تقريبا أو 9:45 لقيت حد بيناديني أطلع برا الكنيسة عشان الكهنة هياخدوني كهنة الكنيسة، إن أبونا تعبانه في مستشفى في مصطفى كامل. حدش كلمك في التليفون؟ راحوا لحضرتك شخصيا؟ لا، أنا كنت جوه الكنيسة وبعتولي تصوني تندهلي تقولي أبونا عاوزك برا. فطلعت، ما كنتش طبعا متوقعه، افتكرت أبونا في الكنيسة عاوزني لأي أمر يعني. ف طبعا لقيت الكنيسة كل العربية فيها الكهنة بتوع كنيسة العذراء، وقالوا لي معلش تعالي معانا عشان أبونا تعبان شوية. فأنا افتكرت إنه تعبان مجهد مثلا، أو من عشان هو طول النهار برا، ما توقعتش طبعا حد زي ده. وهم حاولوا يعني ما يقولوليش عشان ما نزعجش وما انهارش، ويعني بس أنا فهمت طبعا إن في حاجة خطيرة. و لغاية ما وصلت المستشفى عرفت بقى كل حاجة. وصلت المستشفى، رحت لقيتي قدس أبونا، أنا عرفت إنهم حاولوا إسعافه، هل كان لسه يعني عايش ولا كان انتقل؟ لا، كان في المشرحة، كان وصل الجثمان في المشرحة، لأن أنا السكة كانت زحمة جدا. على بال ما وصلت دخلت على مشرحة، كان طبعا موقف صعب. سألتي عرفتي اللي حصل إزاي يا تسون؟ يعني أكيد كنت عايزة تعرفي إزاي ده حصل، هل كنت متوقع مثلا إنه يعني سكتة قلبية أمور كنت متوقعة، ولا عرفتي من الآباء في الطريق؟ يعني عرفتي إزاي؟ هو ما حدش قال لي، أنا عرفت بقى إن بعد كده من تفاصيل البنات اللي كانوا معايا في الحادث، وقت الخدمة، إن في حد طالع وابتكينا ضربه، وكانت ضربة قاضية يعني. عرفت بعد كده يعني. تصوني شفنا في نقل صلاة الجناز وأثناء الدفن، شفنا شعب كبير من أهل الإسكندرية والكنائس كلهم موجودين في الصلاة،
حضرتك شايفة ده ازاي؟ وشايفة المحبة الكبيرة اللي اترجمت عمليا بحضورهم وان هم يفضلوا مع ابونا لحد ما يروح الدير لدفن الجثمان، شايفة العلاقة دي ازاي؟ يعني حضرتك وصل لك كمان حب الشعب ووجوده مع ابونا لحد اخر وقت ازاي؟ هو طبعا ابونا اي حد بيجيله عاود يعترف عنده ما بيقولوش لا، اي حد يعني بيلجأ له مش هيقول له لا، هو له بنات كتير واولاد كتير من كنيسة العذراء ويعني ما زالوا مرتبطين بابوته بيعترفوا عنده، حتى لما راح كنيسة كرموز اللي هي من 3 سنين برضه مواظبين معاه، وغير طبعا ولاده من نفس المنطقه بتاعه كرموز بيعترفوا عنده ومواظبين معاه في الخدمه. وجودهم اثناء الصلاه، وجودهم العدد الكبير ده، هل حضرتك كنت متوقعه ان يبقى فيه؟ كنت متوقعه طبعا، كنت متوقعه لان لأن برضو لو موت كاهن عادي غير برضو موت كاهن بالغدر ده برضو بيبقى صعب، حتى لو حد ملوش علاقة شخصية بأبونا برضو جاي يودع أبونا ياخد بركته. يعني خلينا نطلب شفاعته عننا كلنا وعن الكنيسة وعن حضرتك. لكن فكرة الطريقة دي يا تصوني، هل هو كان يتمنى أن يكون في استشهاد على اسم المسيح يا تصوني؟ هل اتكلمتوا مرة في ده ان هو يتمنى انه ينتقل بهذه الطريقة، وخصوصا انه تعرض قبل كده اكتر من مرة لمحاولة اعتداء؟ يعني هو ما صرحش مباشرة، لكن حكاية الاعتداء قبل كده هو يعني كان في مكان هيبقى كنيسة للصلاة وفي ناس طلعوا منعوا الابونا انهم يصلوا فيه، وربنا رتب مكان تاني. لكن هم البنات اللي كانوا معاه قالوا لي ان هو في كلمته قال لهم ان الوقت قصير والسماء قريبه واتكلم عن الابديه، وكان بيجهزهم يعني ان هم يستقبلوا الخبر ده، يعني جايز يكون ربنا اتكلم على لسانه عشان يفتكروا اخر كلمه سمعوها منه يعني، يعني يحطهم على الطريق دوت ان اهم حاجه الابديه وما يهتموش باي حاجه في الارض. ودي كنت شايف ان ده هو كمان بيعد الجميع لده، شاهد عيان ان ابونا مشي فجاه قدامهم، يعني دي اكتر دليل. يعني هل اتكلمتي مع حد من ابنائه اللي كانوا موجودين في الحادث يا تصوني؟ في بعضهم انا قابلتهم النهارده في صلاه القداس الصبح قبل التالت. ايه الحديث اللي كان بينكم؟ ايه اللي كنت عايزه تعرفيه؟ هم كانوا طبعا منهارين لان ابوهم قدامهم بيتذبح ويسيل دمه، موقف صعب جدا مش هينسوه ابدا من عينيهم، و لكن يعني اتمنى ان ربنا ينسيهم ويحولوا المنظر ده خصوصا احنا داخلين قربنا على اسبوع الالام، المسيح اللي ذبح عننا وسال دمه بدلنا، وزي ما قال سيدنا الانبا بابلي ان زي ما دماء مريم مرقس روت ارض اسكندريه برضو دماء أبونا لما سالت أكيد هتجيب ثمار للخدمة. ويعني هو يعني سيدنا الأنبا بابلي قال له إن هو شبه قديس بولس الرسول في صورة أهداها لسيدنا، فقال كأن برضو زي ما قديس بولس سفك دمه أكيد في ثمار للخدمة هتطلع، فهم أكيد ربنا قادر ينسي المنظر ده من قدامهم إن شاء الله ربنا يحولوا المنظر خير أكتر. هل كان في حوار بين يعني هم قالوا لك حاجه يعني ما اتقالتش لحد؟ هل حضرتك كنت بتساليهم هل ابونا اتالم، الحادثه حصلت ازاي، ولا ما سالتيش واكتفيتي بالعائلتي؟ لا ما سالتش، لان هم البنات كانوا بيتكلموا عامه في الكنيسه في الجروب، يعني لكن ما خدتش واحده خاصه وخدت حديث منها يعني. تصوني يعني كتير كان بيشبه قدس ابونا بقدس ابونا بشوي كامل، وبيقولوا ان هو ابونا بشوي كامل الثاني في مكانه وفي خدمته في الكرموز، وكمان تصوني انجيل. هل كان في شبه ما بين حياتكم وحياتهم يا تصوني؟ هو كل واحد متميز، مش هنقدر نقول ابونا بشوي هيتكرر، كل واحد متميز. شخصيه ابونا بشوي كامل مش هتتكرر، شخصيه ابونا ارتانيوس مش هتتكرر، كل واحد شخصيه متميزه، محدش هيبقى زي التاني كوبي من حد. ربنا خلقنا متميزين، كل واحد شخصيه متفرده وبتخدم بطريقتها. أبونا كان مصر على بناء الكنيسة بالرغم أنه تعرض يعني مصاعب كتير جدا في الطريق ومشاكل كتير جدا في الطريق ومحاولات أنه ينسيب أو يسنو عن هذا الطريق. أبونا صامت جدا، وأي فعلا
محاولات تعطله ما يبص لهاش يعني لأي نقطة سلبية. هو حطت هدف قدامه وحاجة إيجابية لازم يحققها مهما طال الوقت قدامه هيحققها، يعني ما بيديش ودنه لأي حاجة سلبية. خليني أطلب من حضرتك وحضرتك معنا النهاردة، لو حبيت تقولي كلمة للشهيد القمص أرسنال تقولي له إيه يا تسون؟ أقول له يصلي لي عشان أنا طبعا أكمل المشوار وأروح لنفس المكان اللي هو فيه، ويصلي من أجل شعبه ويديهم برودة وسلام، لأن طبعا ولاده تعبانين جدا، وبصلواته طبعا أكيد هيديهم سلام ويكملوا السكة اللي هو بدأها، وكل واحد فيهم يبقى هو أبونا أرسنيوس تاني اللي هيكمل سكة الخدمة ويجيب مخدومين تاني وثالث. وهي كنيسة تعودت على كده، ما بتقفش على حد معين، كنيسة اللي ماسكها هو السيد المسيح وما بيبطلش شغل. المسيح على طول شغال وراعي، وزي ما اشتغل المسيح بأبونا أرسنيوس هيشتغل بغيره وغيره، وكنيسة من جيل لجيل هتجيب رعاه تاني وثالث ومن ولاده يكملوا سكة أبونا أرسنيوس. رسالة حضرتك لأولاده المشحونين والغضبانين واللي أكيد ده طبعا مقدر جدا هذا الغضب، تقول لهم إيه يا تسوني؟ يعني أهم حاجة زي ما سيدنا الأنبا بابلي الغفران. لو هم صلوا لأجل الذين أساء إلينا هيخفوا حدة الغضب دي، لأن الغضب مش هيعالج حاجة. ما أنا لو غضب قصاد غضب النار مش هتطفي النار، لازم في مية، فأنا لازم أبرد النار اللي جوايا دي إن أنا أحط مية ليه الصلاة، يصلي من أجل الذين يدعون إلينا هيبرد النار بتاعهم، وألتمس العذر التاني جايز جاهل لكن أنا متعلم، فأنا المتعلم ألتمس العذر الجاهل دوت ما يعرفش حاجة، يمكن الجاهل ده طب ما يمكن العقاب يتصوني إيه؟ العقاب كمان يحمي كهنة تانيين، يحمي ناس تانيين، يكون في يعني أكيد طبعا أكيد لا أنا قلت كحاجة نفسية هم عشان يرتاحوا كغفران هم يبقوا نفسيا للأساء، ولكن في نفس الوقت التحقيقات تاخد مجراها وياخد الجاني عقابه، لأن طبعا لو اتساب ما هيبقى فيه غيره وغيره، لازم طبعا ياخد عقابه عشان يبقى في ردع للجريمه دي، والا الناس هتعيش في غابه يعني مش يعني في عالم فيه سلام. يعني كلمه من حضرتك لكل شعب الكنيسه المتالم والموجوع على انتقال أتسابونا، وانا عارفه ان اطلت على حضرتك لكن انا بشكرك لان انت وصلت لنا ان احنا نشوف أتسابونا ونعرفه اكتر في حياته وكمان في وقت استشهاده. تعيش تحت امر، اهم حاجه ان هو كل واحد يطلب السلام في قلبه، واكيد يطلب شفاعه ابونا وصلواته، وابونا مش هينساهم في الصلوات قدام عرش النعمه، وزي ما كانوا بيلتجوا لابونا كل واحد في شده او ضيقه ابونا ما ماتش، ابونا موجود بيشفع لنا، واكيد ابونا شفاعته وصلواته هتبقى اقوى من على الارض، لان هو في الارض كان محدود بجسد، دلوقتي بقى الروح حاسه بينا اكتر وهو حاسس بوجعهم، واكيد كل حاجه بتاخد وقتها، الوجع لمده معينه اكيد هيخف بالتدريج والناس ترجع تاني بقى بشحنه ناريه زي ابونا ما كان خادم ناري يكملوا الخدمه الناريه بتاعته. تصوني خلينا اقول ان انا بعد مكالمه حضرتك وصلني سلام كبير جدا، وصلني تعزيه كبيره جدا، وصلني حاله من الرضا وتسليم لاراده ربنا كبيره جدا. جاية منين يا تصوني؟ خلينا احنا كمان نتعلم لما تجينا مشكلة، لما تجينا حزن بالشكل ده، نبقى بصوتك ده وبقوتك دي وبالعزة اللي انا اخدته منك، واتمنى يوصل لكل مشاهدينا تعزية من خلال كلمتك النهاردة. الواحد لازم يتأكد ان ربنا هو ضابط الكل، مفيش لحظة بتمر غير وهو حاسم الموقف بتاعها. لو هو ربنا كان مش يعني حتى خطة تانية لأبونا، كان ممكن يمنع الجاني، كان ممكن يخلي أبونا في الوقت ده ما يكونش موجود في اللحظة دي، ممكن حاجات كتير، هو ضابط الكل، لكن أكيد كل حاجة هو ربنا مرتبها بخطة معينة،
لنوال أبونا في الاستشهاد، ويمكن أبونا كان بيطلبه أنا ما أعرفش، يمكن كان بيطلبه في صلواته. ده طبعا مش هعرفه غير لما أوصل السماء نسأله، لكن جايز أبونا جايز ربنا كافئ أبونا على تعبه وخدمته إن هو يكلل أكثر بجانب يعني إكليل أمانته في الخدمة، إكليل تعبه إن هو ياخد إكليل كمان مكافأة من عنده إكليل الشهداء. تصوني آخر سؤال لحضرتك، لو حبيت تحطي عنوان لحياة قدس أبونا تقولي لنا عنه إيه؟ ممكن نقول الخادم النشيط، الخادم الناري، خادم الطموح، يعني ما يعرفش حاجة تعطله، مثابر، حاطط اتكاله على ربنا إن كل حاجة هتتم في وقتها، حتى لو طول المدة لتأسيس الكنيسة اللي هو كان عاوزها. طبعا أبونا مرسوم من 27 سنة، ربنا أراد إن الكنيسة تبقى من 3 سنين، لكن الكنيسة كمكان، لكن هو أسس كنيسة ككيان من زمان، من أول ما بدأ خدمة كشعب أسسه. فلما كنيسة جهزت كان الشعب جاهز، ما كانش محتاج، كان غير مكان بس، لكن كده كده كانت الكنيسة كاملة، كان الشعب معد يعني. حتى من غير وجود كيان ككنيسة، لكن بعد كده الكنيسة أكيد ضعفت الخدمة وأثمرها. تصوني تعزيات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، تعزيات قناة ميسات لحضرتك، وإحنا حقيقي تعزينا بمداخلة حضرتك النهاردة. بشكرك تصوني مرسى زوجة الشهيد القمص أرسانيوس وديدي، بشكرك جدا على هذه المداخلة الغنية اللي منها عرفنا حضرتك وعرفنا قد إيه أنتم يعني متعزين وقد إيه المسيح مطبطب على قلبك. وكمان خلينا حضرتك حابة تقولي حاجة للناس اللي بتسمعنا يا تصوني. تصوني مرسى حضرتك معنا؟ طيب تعزينا لحضرتك وبشكرك على وقتك، وان انت اديتينا سلام وتعزيه من قلبك، وواضح ان فعلا كانت خدمه حقيقيه على الارض مش مجرد كلام، لان قدس أبونا تاثير واضح وكلنا حقيقي. انا اتعزيت جدا بمداخلتك معنا النهارده. خلينا نكمل مع حضراتكم، وكمان كان في كلمه ومداخله قويه جدا لصاحب النيافه الانبا مكاريوس اسقف المنيا، كانت معانا على قناة ميسات، واللي قال فيها كلام هام جدا ان نحن نحب الحياة وايضا نحب الشهادة. خلينا نسمع كلمة نيافة الانبا مكاريوس ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو ده طبعا صورة متكررة عبر تاريخ الكنيسة، ان الكنيسة القبطية لن تتوقف عن تقديم شهداء ومعترفين على مدار تاريخها، من وقت ما القديس ماري مرقس وطأ بقدم المقدسة مصر لحد امبارح بالليل ولحد النهاردة. ولو اتحسب عدد شهداء الكنيسة القبطية مقابل شهداء العالم كله على مدار التاريخ، شهداء الكنيسة يفوق عددهم كل شهداء العالم عبر التاريخ. ده حقيقي، لكن احنا شايفين ان المسلسل ده مستمر وبلا توقف. طبعا ابونا أرسانيوس استشهد على خلفية انه مسيحي، يعني موضوع مش جريمة او حاجة جنائية يعني، او في طار مثلا، او على خلفية خلاف خاص بينه وبين القاتل أو الجاني، لكن هو موته لأنه مسيحي، يعني الموضوع لا يقبل أي تأويلات تانية. وبالتالي عايز أقول لحضرتك وأقول لكل المشاهدين الأفاضل إن أي مسيحي له في نفسه حكم الموت، يعني هو عارف انه ممكن يقتل في اي وقت لكونه مسيحي وكون انه محافظ على ايمانه وعقيدته وتمسكه بالمسيح. ده يعني ضمن انه مستعد يستشهد في اي وقت. وابونا أرسانيوس كنيسه قويه عريقه مبنيه على الصخر،
زي ما قلت الاستشهاد بيزيدنا قوة وصلابة وتمسك وثبات أكتر وأكتر وأكتر. على مر العصور الكنيسة كنيسة شهداء، لكن على مر العصور الكنيسة قوية وثابتة وراسخة ومستمرة، وده اللي احنا زي ما قالت تصون مرسى هنكمل رسالة أبونا. وفكرة عينينا على السماء دي مهمة جدا، فكرة السلام اللي بتتكلم فيه، فكرة قبول إرادة ربنا اللي بتتكلم بيه. أنا قلت إن الموت ما بيزعلناش، الموت والانتقال هو الانتقال للحياة الأبدية، هو مع المسيح أفضل كتير، هو ده المكان اللي احنا خلاص اللي احنا ده الأبدية اللي احنا هنروح لها. لكن الغدر هو المشكلة، عدم الأمان هي دي المشكلة، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فكرة القانون، فكرة ان انا بقى عايش في سلام أمارس عبادتي وأمارس ديني بسلام، وده الاختلاف لا يفسد للود قضية. خلينا مع حضراتكم ناخد على الهاتف أستاذ كرولوس أسعد شاهد عيان. مساء الخير أستاذ كرولوس. تعزياتي ليك، وانا عارفه ان ده اصعب كلام انا ممكن اساله، لكن حقيقي حابين نعرف اخر لحظات لقدس أبونا، وقول لي حضرتك شفت ايه. احنا كنا مع قدس أبونا في اجتماع الخميس للشباب والشابات. كنتوا متعودين تعملوا الاجتماع في المكان ده يا استاذ كرولوس؟ لا، الاجتماع كان على طول بيبقى في الكنيسه عندنا. كل خميس في الكنيسه، بس حبينا نغير الخميس ده ونروح على شاطئ البحر. يعني بدأتوا الساعة كام؟ هو احنا اتحركنا من قدام الكنيسة من ما بين الساعة 4 ل 4 ونص، وصلنا عند الشاطئ حوالي 5 ونص كده. بدأتوا خلصتوا وبدأنا الاجتماع على طول. امتى بدأتوا تتحركوا؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هو احنا اتجمعنا كالعادة في اي رحلة او خلوة بنطلعها تبع الاجتماع او تبع الكنيسة. بدأنا نتجمع قدام الكنيسة، بعد كده ركبنا العربيات وتحركنا على البحر ووصلنا للشاطئ. وكان أول واحد يعني برضو يعني حاجة غريبة لفتت أنظرنا، عشان احنا كنا راكبين مع أبونا، إن أبونا أول واحد نزل من العربية. يعني أبونا أول واحد نزل قبلينا كلنا، كان في العادة أبونا بينزل بعد ما يطمن اللي كله نزل، بينزل هو بعدينا، لكن المرة دي كان هو أول واحد نزل من العربية. هو كنتوا لسه متوجهين لمكان اللي على البحر هتروحوا فيه، مش خلصتوا؟ لا، ده احنا لسه، احنا كده لسه ما كناش وصلنا. يعني احنا كده قدام اللي يعتبر قدام البوابة، بس الناحية التانية. يعني على الجنب التاني. وبعد كده ايه اللي حصل؟ مجرد ما قلنا نزل تم الاعتداء عليه؟ لا لا، ده احنا كده لسه ما دخلناش. احنا دخلنا الشاطئ وخلص الاجتماع. بعد كده احنا كنا الشباب كانوا بيجيبوا اكل وحاجات تبع التصونات، واحنا مروحين على اساس اللي هم ياخدوهم معاهم في العربيات وكده، فاحنا داخلين وكان ابونا طالع، يعني يعتبر استنيناه على البوابه. فبعد كده ابونا اطمن ان البنات كلها ركبت وركب البنات كلها، وكان فاضل الشباب مع كام تصوني اللي هم التصونات الكبار، يعتبر اللي هم من المسؤولين في الاجتماع، دول اللي كانوا هيركبوا معانا. فكانت عربيتنا لسه ما وصلتش، فابونا اطمن ان البنات كلها ركبت، وكان استاذ بشر السواق كان مستعجله، قال له قدس أبونا يلا بينا عشان احنا كده واقفين مخالف، عشان البحر ما ينفعش نقف قدامه. فابونا بيفتح الباب وكان جنبه السواق، فظهر اللي هو الراجل اللي طلب من ابونا يديله بركه. سمعت فأبونا الحوار؟ نعم، سمعت الحوار بينه وبين ابونا يا استاذ فادي يا كرولوس؟ لا، الحوار ما بينه وبين ابونا، لا، احنا كنا على بعد حوالي متر او متر ونص من ابونا. عشان احنا كنا خلاص ابونا بيركب العربيه واحنا مستنيين العربيه بتاعتنا، فاحنا كنا واقفين يعني يعتبر ورا شويه. فبدا يتقرب منه يطلب ايه بقى؟ طلب منه يعني حاجه عشان ياكل يعني. فابونا لسه بيحط ايده في جيبه بيطلع له فلوس. فأقل من ثانية ظهر الشخص القاتل ده وضرب أبونا بالسكينة في رقبته من الناحية اليمين. يعني اللي كان كرولوس اسمعني، اللي كان بيطلب البركة ده حد مش هو اللي قتل؟ لا، مش هو. لا يعني أبونا كان واقف يتكلم مع الشخص ده، وجه المعتدي ده اعتدى على أبونا وهو بيتواصل مع الشخص اللي طلب بركة. الشخص ده عدى، يعني هو صادف اللي هو عدى مع نفس الراجل اللي كان بيطلب بركه من ابونا. بس احنا كنا عانينا عليه كشباب، كنا واقفين لانه خبط تصوني في الاول من الشابات اللي هم كانوا باقيين من معانا، واتاسف لها.
اتأسف بعد يعني كده... واعي وقف واعتذر يعني. واعتذر للتصوني. فبعد كده احنا خفنا الا يخبط حد فيهم يسرق منهم حاجه ويجري، فاحنا كان على الصف اللي احنا اللي هو يعتبر على اللي هو اللي يعتبر زي الدكك اللي هي بتكون على الكورنيش دي، فاحنا كنا جنبيها واقفين بقى بحيث يعني لو حصل حاجه نلحق نجيبه لو سرق حاجه. كنت مراقبينه يعني، خلينا مراقبين. عدى الخادمات كلهم، وابونا كان جنب العربيه، فاحنا ما حدش مننا توقع نهائي ان هو هيجي جنب ابونا، لاننا يعني هو خلاص يعتبر عدى الخادمات. ففجأة في أقل من ثانية يعني جرى على أبونا وراح ضربه في رقبته. كرولس، المسافة اللي مشيها دي كان متوجه رايح لأبونا؟ كل عينه يعني في الوقت ده كله، طول الطريق اللي مشيه ده والشوية اللي مشيهم دول، كان رايح لأبونا؟ لا حضرتك، ما كانش رايح لأبونا. هو لو كان رايح لأبونا احنا كنا هناخد بالنا، كنا الشباب كان أكيد هيتحرك لأبونا، لكن ابونا كان واقف. لا هو رايح، هو رايح من غير ما يقول انه مثلا هيعمل، هو راجل ماشي، بس الماشيه دي في طريقه لابونا، مش في حاجه يعتبر موازي لي قصاده. قصاد ابونا. ايه اللي حصل بعد كده؟ ضرب ابونا بالسكينه، وطبعا السكينه اتشافت عشان احنا لما تعرضنا على النيابه وشفنا اداه الجريمه، السكينه طبعا مسنونه يعني بطريقه مش طبيعيه، السكينه مسنونه على الاخر. انتوا اصلا الراجل ده امتى؟ يعني امتى ادركتوا ان هو طعن ابونا؟ هو في اقل من ثانيه ضرب ابونا ولسه عايز يضربه تاني، كان السواق جنبه بقى، ما قلت لحضرتك ان السواق كان واقف جنبه، فالسواق صد الضربه الثانيه بايده وراح كان عاوز يضرب السواق، راح السواق صدها ثاني وراح ضربه، وقعه من على الرصيف وراح مكتفه، يعني وقف ويكتفه. واحنا طبعا اتلمينا على ابونا عشان نلحقه، وابونا كان ثابت في مكانه حاطط ايده على رقبته، كان ثابت في مكانه، حاولنا نوقف النزيف ما يعني في دقايق، ما كملناش خمس دقايق، فكان وصل الميكروباص الثالث اللي هو العربيه الثالثه بتاعتنا، ركب ابونا فيها بسرعه، والسواق الثاني ده ركب مع ابونا واتحرك على طول ابونا في وقتها. يعني اخذوا السواق على طول واتحرك بيه، ما استناش اسعاف، ما استناش عشان يلحق الموقف. هو ابونا اول لما اتضرب احنا كنا حوالين منه، كان هو واقف، بعد كده سند قعد يعني سنده، كان معانا خادم ثاني استاذ فادي اللي هو الخادم الثاني، سنده مع التصونات وقعد، بس ما كملناش يعني كل ده، الموضوع ده كله ما كملش خمس دقايق. طبعا بعد كده ركب ابونا في العربيه وجريت على طول العربيه بيه، لان احنا لو استنينا الاسعاف كان ابونا فارق الحياه قبل اصلا ما الاسعاف تيجي. طمني على المجموعه اللي كانت موجوده، طمني على، طبعا اكيد مشهد مش هيتكرر وما افتكرش ان هم شافوه او هيشوفوه تاني غير في الافلام، يعني ربنا ما يسمحش بيه تاني. طمني عليك وعلى زمايلك اللي كانوا موجودين. احنا صدقيني احنا كنا مصدومين، انا لاخر وقت امبارح ما كنتش بتكلم مع حد، ما كنتش قادر اتكلم طبعا، بس صدقيني احنا تعزينا جامد جدا لما شفنا تسوني مارسا، يعني تسوني مارسا كانت لابسه ابيض، وكانت اي حد لما يكلمها كانت بتقول له ابونا شهيد في السماء، ابونا دلوقتي شفيع لينا، حاولت تهديكم، هي فعلا كانت معانا ووجهت لكم رساله ان انتم بتستمروا في طريق ابونا، وكانت معانا النهارده في القداس برضو، واتكلمت معانا شويه لما كانت واقفه معانا كده. فرق معاكم كلامها يا كرولس؟ اكيد جدا، يعني كلامها عزانا جه كتير، يعني فرق إيه معانا كتير. ايه اصعب حاله معاكم دلوقتي من الشباب؟ هل في حد متاثر ومش عارف يطلع من الحادث اللي حصل؟ هو طبعا كل الخدام، يعني كل خدام الكنيسه، احنا كان بالنسبه لنا القداس النهارده كان صعب جدا، يعني ان ابونا مش موجود في القداس اللي هو كان كل القداسات هو اللي بيعملها. ذكرياتك مع قدس ابونا اهم حاجه ممكن بتفتكرتها، وخصوصا في الصلاه الثالث النهارده يا كرولس؟ قدس ابونا كان دايما بيكلمنا عن الصلاه واهميه الحياه الابديه للعالم، كده كده احنا في رحله قصيره وفي الاخر اهم حاجه عننا تكون على الابديه. الارضيات كان دايما ما بيتكلمش على الارضيات، كان كل حاجه عنده عن التسامح، واكتر جمله مشهوره لغايه دلوقتي مأثره معانا ان هو ربنا قال ربنا اللي ربنا بيحبه بيكبر له اكليله، وفعلا يعني الكلام اللي قاله اتطبق عليه، من كتر ما ربنا حبه فعلا اداله اكليل اكبر، اكليل الشهاده. يعني بس ممكن اسالك سؤال اخير وانا عارفه مش عايزه اثقل عليك، هل تشعر بغضب؟ صدقيني يمكن انا من الناس المعاينه للحدث، ودم ابونا كان على الهدوم اللي لابسنا، بس صدقيني بعد اللي شفناه من تصوني مرسى يمكن ده اكتر حق، يعني اكتر شخصيه اثرت فيا لغايه دلوقتي بصراحه.
يعني هي اللي غيرت كل حاجه. ربنا بعتها لك مخصوص. بصراحه بتقولي ما تعذبنا كده، ربنا حس باللي انتوا شفتوه ومدى قسوه الموقف وخسارتكم لاب مؤثر فيكم، اكيد دي طبطبه من ربنا ما بعتها لكم مخصوص يا كرولس. بشكرك جدا أكيد. كرولس اسعد شاهد عيان، وهنكمل مع حضراتكم وشهود العيان. معانا فادي سامي شاهد عيان. مساء الخير استاذ سامي. استاذ فادي مساء النور على حضرتك. تعزينا لحضرتك ولكل شعب الكنيسه. خليني اعرف من حضرتك كيف شاهدت اللحظات الاخيره مع اوتسابون. حضرتك زي ما قلت كل حته، واستاذ كيرو قال ان احنا كنا في رحله تبع خد اجتماع الشباب والشابات تبع الكنيسه عندنا، ابونا حب يغير لنا الروتين يعني، بدل ما يبقى في الكنيسه زي كل مره حب يفسحنا يعني، ويبقى نفس فقرات الاجتماع يعني، بس تبقى في مكان تاني يعني. بس كنا 35 شاب وشابه يعني، وكنا بثلاث ميكروباصات، ووصلنا الشاطئ ودخلنا وكل الدنيا زي الفل. خرجت انا والشباب نجيب، خرجنا نجيب حاجه من بره الشاطئ، ميه عصير يعني وحاجات كده. فاتصلت بينا قالت لنا ان العربيات وصلت، فرجعنا الشاطئ لقينا العربيات موجوده، ودخلت انا وصلت تاني بالكيس اللي كان فيها حاجه، عطينا الاتصالات وخلاص بقى خارجين كلنا وابونا قدامنا وخلاص يعني مروحين يعني. اليوم يعني لحد كده خلاص يعني، اليوم يعتبر خلص وقت يعني، مفيش حاجه حصلت. بس فخرجنا وقفنا على الرصيف بتاع دقيقه ودقيقتين قدام العربيات، ابونا كان مستني يعني التصاميم تركب، فهو كان من جهه الميكروباص الاولاني عشان يركب مع بوش السواق، جه يركب جنبه يعني في الكرسي اللي جنبه. ففتح له الباب وخلاص يعني ابونا هيركب وبشرى جنبه، فجاء واحد من قدامه بيطلب صدقه يعني، تقريبا قال له عايز حاجه اكل يعني، بيطلب صدقه. فابونا طبعا ما ترددش وحط ايده في جيبه ان هو يطلع له صدقه، فكان الارهاب المجرم الثاني ده كان مر وسطينا يعني على الرصيف، وكان ورا ابونا. فاول ما قرب من ابونا طلع السكين على طول وطعنه في رقبته من جهه اليمين. بس في اللحظه دي بشرى طبعا بعد ابونا ناحيه الميكروباص، وبقى التاني ده ناحيه البحر، وحاول يطعن بشرى برضو، بس عم بشرى تفاداه يعني، وكان حاول يهرب. السواق اللي معاكم؟ نعم. عم بشرى ده السواق الموجود؟ عم بشرى ده السواق اللي كان معانا، اللي هو فتح لابونا العربيه يعني، اللي كان ابونا يعني مروح معايا يعني. بس فالتاني يعني الارهابي ده حاول يهرب ويعدي السكه الناحيه الثانيه، فعم بشرى كعبله وكتفه في الارض تحت الرصيف. بس وانا في اللحظه دي جريت على ابونا وسندته حوالي ثانيتين بس على سور البحر، وكان الدم غزير يعني من رقبته. وجت تسوني من التسونات سندته معايا لحد ما ركبناه الميكروباص الثاني، وكانت معايا كام تسوني كده، وقفلت الباب وهو كان بيبتسم يعني، وكان حد اخر وقت كان واقف على رجليه يعني. فجري بقى على المستشفى، انا وست كيرو وكان معايا نص جون وعم بشر كان في الارض. فضلنا لحد اما المباحث جت، انا وست كيرو ركبنا الميكروباص مع المباحث مع المتهم، فكان واعي حضرتك يعني، ما كانش مختل عقليا او حاجه زي ما بيتقال. ده انت كده بتتكلم عن المعتدي. نعم. ما قالش اي حاجه وهو بيطعن ابونا؟ ما حصلش اي احتكاك لفظي؟ هو بيطعن ابونا، انا كنت واقف ورا ابونا حوالي 2 متر او اكتر، فوقت الطعن انا ما سمعتش حضرتك. بس واحنا في العربيه، واحنا في العربيه في الميكروباص، انا كنت مع المتهم في الميكروباص واحنا رايحين القسم. يعني قول لي الحوار اللي دار، كنتوا بتسالوه؟ هل كنتوا بتقولوا ليه؟ لا احنا ما كناش بنتكلم يعني، المباحث كانت موجوده، المباحث كانت باللبس الملكي والميكروباص كان ملكي يعني، ما كانش بيت بوليس يعني. ايه الحوار اللي كان معاه في التوقيت ده؟ هل حد كان بيكلمه ولا؟ قالوا له يعني، قالوا له اسمك ايه؟ طبعا اسمك ايه؟ قال لهم انا مش هقول اسمي، انتوا مين؟ انتوا مش شرطه، انتوا مش بوليس يعني، انتوا لابسين كده ليه؟ واحد قال له هات بطاقتك او اسمك ايه؟ قال له في كارنيتك يعني، هو واعي يعني، بيسال على كارنيه ده حد يعني. كمان مش واعي وبس، مثقف. هو شايف قدام واحد بلبس ميري يعني، سوري، شايف واحد قدامه بلبس ملك يعني، بيقول له فين كارنيهك؟ انت بتسالني اسمك بناء على ايه؟ فهو واعي طبعا.
فلما جت بقى بقيه المباحث باللبس الميري بقى يتاخد منه البطاقه، ففي ضابط تاني جاي يساله يقول له فين بطاقتك، قام قال له دي لك خدها مني. فهو واعي جدا كمان شويه بس. ولما لقى الدنيا بقى بدات كل الضباط الميري جت وقطط كبيره وحاجات كده، بدا بقى يحاول ايه ان هو يغير كلامه بقى ويقول انا ما عملتش حاجه، انت ماسكني ليه، انتوا مين، انا عنيا فيها حاجه، انا ما جيتش جنب حد، انتوا ماسكني ليه كده. بس هو في الاول كلامه يوضح ان هو واعي، يعني يعني مين هيقول فين الكارنيه بتاعك، هيقول انت بتصورني ليه، هيقول انت عايز بطاقتي ايه، مش هقول لك اسمي، فاهم حضرتك. بس والاله الحاده السلاح الابيض اللي هي السكينه اللي طعن بيها ابونا في رقبته كانت واقعه جنبه هو مبشره مكتفه، واحنا شفناها وكمان شفناها تاني في النيابه حضرتك. السكينه سنها مدبب جدا، البوز بتاعها مدبب جدا يعني جدا، كان هو عارف هو بيعمل ايه. الرقبه تبقى طعنه تخلص في ثواني، هو مجهز نفسه، هو عامل حسابه ان هي طعنه تخلص معايا، السكينه مدببه وعارف انا هضرب فين، هو مجهز نفسه، هو عارف كويس هو بيعمل ايه، ده مش مختل خالص حضرتك. وحضرتك هو كان ماشي وسط رصيف، احنا 35 واحد، يعني المختل ممكن يضرب اي حد. ما هو ده اللي انا ده طبعا اللي هو يعني مش هقدر نغفله، ان هو ساب كل الناس ومر كل الطريق ده، وحتى كان في زميل ليه كرولوس لسه بيتكلم وقال ان عدى كل التصونات وخبط واحده واعتذر بمنتهى العقل والحكمه. عدنا كلنا ابونا كان واقف زي ما قلت لحضرتك جنب العربيه الاماميه، يعني ابونا واقف قدامنا كلنا. غير كده يعني عم بشرى كان واقف جنب ابونا بيفتح له الباب، يعني انت ممكن تضرب عم بشرى عادي، يعني ممكن تضربني انا كنت واقف ورا، ممكن تضرب 6 كيلو، يعني ممكن تضرب. هل كان في اشخاص اخرين معاه في المكان؟ هل الشخص اللي كان واقف مثلا بيطلب من ابونا مساعده ممكن يكون معايا فادي؟ هل النيابه اخذت الشخص الثاني ولا اختفى؟ لا هي النيابه ما خدتهوش، هو زي ما قلت برضه افعقوك في النيابه وقلت في كل حته، انا ما اقدرش اقول ان ده تبعه ولا لا، لاني هو كان شخص بيطلب صدقه عينينا ما كانتش ليه برضه حضرتك في الموقف ايه، يعني عم بشرى مسك التاني وانا جريت انا قصص كيرو واتصالات على ابونا. يعني مش عارف حضرتك هو تابعه فعلا ولا لا. تمام. بس فادي خليني اسالك على قدس ابونا، هل قال اي حاجه في الوقت الاخير ده؟ هل قال لكم اي حوار، اي كلمه طلعت منه في الوقت اللحظات الاخيره دي؟ هو في اللحظه اللي انا بسنده فيها وبركبه للميكروباص عشان يروح المستشفى، هو بس ايه يعني حط ايده على الدم وبص فيه، وقام حط ايده تاني على الجرح وقام باصص لي ومبتسم. واول ما ركبت العربيه وبقفل الباب برضه هو باصص لي مبتسم، ما قاليش حاجه بس. وانا ساعتها سبته بقى في الميكروباص وجريوا بيه على المستشفى على طول، وانا فضلت واقف مع ام بشرى وجنب القاتل. يعني فهو مبتسم لحد اخر وقت واقف على رجله. بدم ابونا يا فادي، رايحين نصلي، رايحين ناخد بركه، رايحين نتعلم حاجه جديده، رايحين نغير جو، ويكون اليوم يقفل بالطريقه دي وتبقى غرقان بدم ابوك اللي بيعلمك اللي انت بتتكلم فيه ده. صدقني حضرتك ده البوست اللي انت عملته على الفيسبوك على صفحتك، في حقيقي كان مؤثر جدا، ويمكن كنا حريصين انك تبقى معانا علشان نسمعك، وكل ما تتكلم كل ما تتخطى الازمه اكتر. صدقني حضرتك هو يعني الموضوع صعب قوي، وكل ما تفتكر الدم هو على ايدك او تشوفيه على الهدوم او تشوفيه في اي يعني مكان الميكروباص لما شفناه، وانت في القداس كان عندنا قداس الصبح، انت سامعه كل كلمه من ابونا، يعني انا سامعه قداس صوت ابونا، الحته اللي انا بحبها من ابونا انا سامعها بصوته، اسمع قداس او اي حاجه واعظه كلمه ابونا تسمعيها بتمعن وتبكي كده، يعني انت مش متخيله ان ابونا فادك مش هتسمعيه تاني، يعني انا عايز اسمع ابونا، انا عايز احضر معاه القداس. فالموضوع صعب يعني. فادي ايه اللي اتعلمته من ابونا؟ ايه المواقف اللي كانت بينكم وما تتنسيش؟ كل القرب اللي انتوا فيه ده اكيد في علاقه خاصه جدا، وزي ما اتقال من معظم اللي دخلوا ان كان ليه مع كل شخص علاقه خاصه، يعني كل حد بيحس ان هو بس ابن ابونا، هو بس المخدوم من ابونا. بص حضرتك هو زي ما قلت هو في الاول هو كان الكاهن الوحيد بتاعي، هو ما كانش معايا كاهن تاني في اخر يعني اترسم معاه كاهن جديد، فهو الكاهن الوحيد اللي ماسك المنطقه كلها، فهو كان بيحب يكون ليه علاقه مع كل شخص شخصيه يروح له البيت. انا شخصيا في الثانويه العامه من سنتين كان بيسال عليا شخصيا بالتليفون،
من فترة تانية بعث لي رسالة على الواتساب بيكلمني مكالمة تليفونية. الحاجات دي حضرتك يعني ما تتنساش، يبان قد ايه هو حكيم امين. ومش انا بس يعني، انا مهما اتكلمت مش هقف في حقه ولا هقول كل الكلام اللي حاصل. يعني بيعمل كده مع كل الاشخاص، ودي علاقه شخصيه مع كل واحد. كان دايما يكلمنا عن يعني عن الصوم قد ايه هم مهمين جدا، وبيقول لنا بيأثروا معايا الصوم والصلاه، بيقول لنا يعني يغيروا اي حاجه مستحيل. يكلمنا عن الاعتراف، كان حريص جدا ان احنا كل فتره نعترف، ويجي فتره كده يقول كل اللي موجودين يعترفوا، انا مش هسمح ان حد ما يجيش يعترف. كان مهتم، غير ان هو مهتم بحياتنا، مهتم بخلاصنا كمان حضرتك. فادي هسألك عن القميص اللي تشبع بدماء طاهره للشهيد قدس أبونا. القميص ده حد طلبه منك الكنيسه ممكن تاخده وانت هتحتفظ بيه، قرارك للقميص ده ايه؟ لانه اكيد اكيد قديسينا مش قليل، شهدائنا مش قليلين، فاكيد ده هيبقى بركه كبيره من دماء ذكيه. هو حضرتك هو دي اكتر حاجه هي اللي كانت غرقانه بالدم، هو القميص بس الاسوره بتاعته جه فيها قطرات دم، بس هو الدم ما كانش كتير على القميص. وعلى وبرضه انا كلمت ابونا بشوي، انا كلمت ابونا يعني قلت له ان انا احتفظ بيه، وفي حاجات كتيره مليانه دم، ولبس ابونا كان مليان دم، ففي حاجات هتبقى موجوده. هل حد جمع الاشياء دي؟ هل حد ولا لسه ما تواصلتوش مع بعض؟ لا، هو ابونا بشوي يعني مهتم بالموضوع ده، وهي يعني هيبقى في حاجه يعني هنجمع حاجات ابونا دي اللي فيها دم يعني. بالظبط. بشكرك جدا يا فادي، وربنا يعزيكم ويديكم يعني حكمه ان انتوا تتخطوا. فادي، هل هتتابع القضيه قانونيا؟ حضرتك احنا رحنا النيابه وقلنا اقوالنا رسمي ومضينا اقوالنا مش كشاهد، كابن لابونا محتاج ايه اللي يرضيك؟ يعني حاسس ان انت محتاج يبقى في حكم؟ حضرتك اللي يرضيني ان هو ما يطلعش مختل رسمي، وزي ما كل مره بتحصل وغيره ويحصل تاني وتالت، علشان بيطلع في الاخر مختل عقليا ويطلع عادي خالص. اتمنى ان هو ما يبقاش مختل عقليا برضه، يعني مش معقول كل المختلين عقليين في اسكندريه بيقتلوا باقي الكهنه ومسيحيين، يعني فحاجه غريبه قوي. فاتمنى ان هو ما يطلعش ايه مختل عقلي. حضرتك بشكرك، بشكرك جدا فادي سامي شاهد عيان. ويعني فكره القتل على الهويه ده شيء مرفوض، شيء يعني طول الوقت ما بيعرفوش غير اللابسين اسود واللي عليهم صليب والكهنه المختلين عقليا بيتوهوا في الناس كلها. مرين على عدد من الشباب، على عدد من الفتيات، على سواق، وممكن يكون في خدام تانيين كبار برضو واقفين، وفقط وصل لقدس أبونا. هل ده ينفع نقول عليه مختل عقليا؟ عارف ومحدد انا رايح فين، عارف ومحدد هدف، ماشي وسط ناس كتيره. ما انا لو يعني مجرد مضطرب عقليا وعايز اضرب اي حد، ما في كتير في الطريق على بال ما تعدي. لكن القتل على الهويه واضح، والكاميرات اللي مش جايبه يعني ايه، انا ما اعرفش يعني ايه كاميرات ما فيهاش صوره. خلينا مع حضراتكم مستمرين، واستاذ منير نظير احد الخدام بكنيسه العذراء وماري بولس بكرموز. مساء الخير استاذ منير. اهلا بيك يا استاذ كل. تعزينا لحضرتك ولكل شعب كنيستك. ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا رب، اديك الصحه والعافيه يا رب. عرفنا علاقتك بقدس أبونا، وخلينا نعرفه اكتر من خلال خدمتك معاك استاذ منير. بصي، ابونا ارسانيوس، انا يعني احنا الاثنين سن واحد. هو كان مواليد 4/8/61 وانا 18/11/61. الفرق بيني وبينه 3 شهور ونص، هو اكبر مني يعني. شوفي، احنا تربينا في كنيسه العذراء محرم بيه انا وهو، ومش هنتكلم على الفتره مثلا اللي احنا كنا فيها ولاد في اعدادي وبنلعب مع بعض وكلام زي كده، هناخد الفتره الاعلى من كده لما احنا ربنا اختارنا ان احنا نكون خدام. لو عايزك اكلمك عليه ابونا، بصي، هو ربنا كان بيديله نعمه غريبه جدا من هو ولد، يعني من اول ما بدا يخدم معانا واحنا دخلنا في الخدمه وتعمقنا اعدادي وثانوي. ربنا كان مديله نعمه، اول حاجه النعمه دي كانت باينه في وشه، في وشه باينه في كلامه، باينه في سلوكه، في تصرفاته. كان عنده جديه، والجديه دي حقيقيه، مش جديه قدام الناس يعني واخده شكل ان هو واحد يعني مثلا خادم متدين، والناحيه الثانيه لا، ابدا ابدا. الحته محب دي للجميع. ها؟ محب للجميع. لا، محب للجميع،
الجديه، انا بكلم حضرتك الجديه، الجديه في حياته مع ربنا، روحياته مع ربنا وعلاقته بربنا وجديته معاه، يعني ما كانش مثلا بيتظاهر قدام الولاد بشكل وهو كان بيعمل حاجه تانية ابدا. كان فعلا تحسي ان ده انسان امين، انسان فعلا اللي جواه واللي براه النعمه بتتقدمه، وده كان بيبان في كل تصرفاته في علاقاته بكل نفس. يعني هو لم يمسك ولد مثلا كده يلاقي ولد مثلا في الكنيسه شقي جدا ومفيش ولا خادم عارف يسيطر على الولد ده، وازاي يتعرف عليه وازاي يبدا ياخد موبايله ياخد تليفونه وازاي يزوره، وتلاقي الولد ده اتغير، الفلان ده اتغير، هو مين كان قال لك استاذ رزق كان بيروح له، وتلاقي معاه اجنده موجوده في جيب البنطلون، الاجنده دي مليانه عناوين ومليانه تليفونات ومليانه مواعيد، فاهماني حضرتك؟ مش ولاد الاسره بتاعته بس، ده بياخد كمان كل اللي ممكن يكون محتاج لخدمته بالظبط، كل المتمطور، فاهماني؟ فهو كان عنده ولاد كتير جدا 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 جدا، فهو كان شخصيه متميزه. باين طبعا اثناء الصلاه ومدى الحزن وتواجد الناس. المواقف اللي جمعتكم ايه يا استاذ عزم؟ نعم حضرتك، المواقف اللي جمعتكم ايه؟ المواقف اللي جمعتنا اللي حضرتك ما تنساهاش المؤثره فيك، وخصوصا بعد ما سمعت بالحادث هي اللي بتيجي في ذهنك. المواقف المؤثره فيا بعد الحادث طبعا هي ذكريات كتير جدا 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 معاه جدا، ولكن طبعا ذكريات، هو كان محب جدا للاديوره، محب جدا للخلوات، فطبعا احنا لما كنا بنروح الاديوره يعني هو كان ربنا مديله نعمه ان هو كان عايز يترهبن في دير الانبا بولا، وانا كنت معاصر الحته دي في الحقيقه، ولما كنا بنروح الدير يعني كل فتره بصفه مستمره، احنا حقيقه كنا بنمشي في السكه في الطريق بتاع الانبا المداء الانبا بولا، واحنا وماشيين كان يقول لي كلمه، كلمه حقيقه يعني كانت بتطلع من القلب، يقول لي احنا بنوصل الدير انا هغسل رجلك تشبها بحياه التواضع. فهو كان انسان متواضع جدا 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 جدا، وكان طبعا انسان عطاء وبازل، يعني لو قلت حدث من الاحداث ده حدث طبعا. كيف تلقيت الخبر، وهل كان في بوادر، هل كان في كلام لقدس ابونا عن الاستشهاد، هل كنتوا ده وارد انه يحصل، هل كنتوا بتتعرضوا مثلا لمضايقات ممكن تحسوا ان ده ممكن يحصل لاب كاهن في المنطقه؟ لا شوفي، هو في المنطقه ما كانش فيه اي نوع من مضايقه. ليه؟ لان ابونا حقيقه يعني في كنيسته والمنطقه اللي حواليه كان يكسب الجميع بالحب يعني، لكن كان في مثلا اي تنويه عن اي شيء ما كانش موجود، ولو ده حصل فعلا كان قال لي، لان كنت ملاصق معاه جدا جدا. هل اتكلم مع حضرتك قبل كده عن الاستشهاد؟ لا ما اتكلمش معايا عن الاستشهاد قبل كده، يعني النقطه دي ما تعرض لهاش معايا بكل امانه. يعني ازاي حضرتك تلقيت خبر استشهاده؟ لا ما تلقيت الخبر ده، يعني هو كان خبر مؤلم جدا 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 طبعا، يعني يمكن النهارده انا النهارده يعني شويه، لكن طبعا الواحد هيقول ايه يعني، مجنون الواحد، مذهول يعني، في ذهول يعني، خبر يعني مؤلم جدا 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 جدا، ذكريات 60 سنه مع انسان مخلص جدا جدا لربنا، مخلص جدا لكل نفس، انسان ربنا ورى له الثمار بتاعته، ثماره كان اباء كهنه واباء الرهبان وخدام من انجح الخدام، لان ابونا ارسينوس لو حطيناه كمثل، فهماني؟ مثل خادم مثمر حقيقي عظيم جدا جدا جدا، يعرف يكلمز وراء اجيال ازاي تحب ربنا. الشباب اللي زي الورد اللي كانوا حاضرين وشاهدين على الحادث وشهود عيان وداخلين بالتعزيه الكبيره اللي هم بيتكلموا بيها، الطريقه ده اكيد منهج هيفضل عايش ومستمر، ان ده فكر ابونا زرعه في ابنائه وفي خدمته، احنا هنجنيه من خلال الشباب اللي زي الورد ومن خلال خدمتكم الرائعه على ارض هيدينا اشخاص اسوياء، اشخاص عندهم
يعني حكمة، عندهم صبر، عندهم تعزية. الشباب اللي اتكلم دول شباب صغيرين، مش كبير، مش كبار في السن، لكن كان واضح ان ابونا عرف يربي وعرف يعلم وعرف يكبر حقيقة. وطلعهم حقيقي. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة احنا بنعرف مين ابونا. يعني احنا بقالنا طبعا ده اليوم الثالث للقناة، لكن كنا الجنازة والحادث هو البطل، لكن اليوم احنا بنقرب اكتر، بنعرف عن ابونا اكتر، بنعرف رحلته، حتى ارتباطه بتصوني مرسى، خدمته من الخدام اللي خدموا معاه، كل الخدام ليهم معاه تاريخ في الخدمة، بنقرب اكتر من حياة الشهيد. وكل ده خلانا نوصل هو ليه اخذ اكليل الشهاده. يعني اب بالعظمه دي بالقوه دي، اكيد اكليل الشهاده اللي اخده ده يعني بيتوج وبياخد مكافئته. كنت امين في القليل فساقيمك على الكثير. بشكرك جدا استاذ منير رزيق. شكرا ست الكل. احد الخدام بكنيسه العذراء ماري بولس. يعني اللي احنا سمعناه ده يدينا تعزية كبيرة. انا عايز اقول لكم انا قبل ما ابدا الحلقه كنت حاله تانية، لكن بعد ما سمعت ولاد ابونا، مرات ابونا، كل القريبين من الخدمة العظيمة ومن الشهيد العظيم ده، كلها يعني طبطبة من ربنا علينا وعلى كل اللي بيسمع، ان انتوا اعرفوا الخادم الامين ده اللي موجود دلوقتي في احضان المسيح، كانت رحلته شكلها ازاي من وهو في بطن مامته. زي ما اخته قالت، البابا كرولس رسم على بطن مامته الصليب وقال لها مبارك الولاد اللي جايين، وكان هو توأم في بطنها. الرسالة واضحة من الأول إن ده موجود للسماء، وكمل وربنا بارك في خدمته وأولاده الحلوين الشباب اللي زي الفل، اللي برغم من قسوة الحادث لكن عندهم تعزية وعندهم سلام وعندهم ثبات، وده اللي المفروض ما نبقاش مهزوزين وما نبقاش خايفين. وكنيستنا دايما قوية عريقة بتخلينا، ويمكن يوم عن يوم بيزيد صلابتنا، وهي دي الكنيسة اللي احنا متعودين عليها. خلينا يعني نكمل مع حضراتكم، ناخد فاصل وبعدين هنرجع نكمل الدنيا فيها ايه، وفكرة ان احنا كمان التعزيات اللي حصلت، التجاوب اللي حصل من المجتمع على المستوى السياسي والرسمي وعلى المستوى المجتمعي ده مهم جدا، ما نقدرش نغفله، لان هي منظومة ولازم نتوقف امام كل اللي حصل في هذا الحادث. خلينا مع حضراتكم بس هناخد فاصل وهنرجع نكمل. زي ما وعدت حضراتكم هنكمل بتعزيات اللي جت للكنيسه وجت لاسره الشهيد، وكان اهمهم يمكن الامام الاكبر يعزي البابا تودروس والاخوه المسيحيين في حادث مقتل القمص ارسانيوس وديدي. تقدم فضيله الشيخ الازهر بخالص العزاء وصادق المواساه الى البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه والعموم الاخوه المسيحيين في حادث مقتل القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسه سيده العذراء وماري بولس بالاسكندريه. ومؤكد شيخ الأزهر أن قتل النفس كبيرة من الكبائر التي تستوجب غضب الله وعذابه في الآخرة. كمان
اتكلم شيخ الازهر المتقدم غاز اعزاء لاسره القمص ارسانيوس وديد والاخوه المسيحيين، فانه يدعو الله تعالى ان يحفظ مصر بحفظه وقوته وان يديم على اهلها نعمتي الامن والامان. شكرا فضيله شيخ الازهر. وخلينا نقول لحضراتكم كتير الناس اللي بتطلع المفتين اللي بيبقوا على يعني الشوارع اللي هم بيطلعونا ما نعرفش منين من المنصات يعني، ويقولوا تحريم التعزية وتحريم المعايدة و خلينا ما نلتفتش للناس دي، ويعني فكرة ان يعزي شيخ الأزهر اكيد ده شيء يقدر، والناس اللي بتأذينا طول الوقت كمان بان هي ما نعزيش ولا حرام وما نقولش عليهم شهداء، لا يعني دي مش هنلتفت ليها، وما كان الا انه شهيد راح لربنا بالغدر اللي حصل عليه. كمان مفتي الجمهورية يدين بشدة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم بأشد العبارات، حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد وكاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بيك والقديس بولس كرموز الإسكندرية أثر الاعتداء عليه وطعنه بسكين في رقبته. وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطني واحد ويد واحدة في مواجهة قوى الشر. أكد كمان على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف، وأن إطلاق الاستراتيجية بمثابة تجفيف لمنابع الإرهاب. وأوضح فضيلة المفتي أن نموذج الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة بين المصريين جميعا دون أي لون من التفرقة نموذج يحتذى به ويدرس. كل ما نتمناه فعلا أن يكون الجميع يد واحدة ويتعامل بنفس الطريقة. أما البيان اللي توقفت مع حضراتكم أمامه في بداية الحلقة هو بيان النائب العام، وده الطريق اللي احنا مستنينه دلوقتي ان احنا يكون في يعني عقوبة سريعة ان شاء الله، لان القاتل الموجود والقاتل موجود، الموضوع خلصان وأداة الجريمة موجودة. يعني انا مش هتكلم في القانون، لكن خلينا ناخد حيث تلقت النيابة العامة اختار بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة سيد العذراء بمحرم بيك أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرا بإصابته في جراء ذلك الاعتداء. وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة. وانتقلت النيابة العامة وعينت الجثمان وقبضت على القاتل يعني. خلينا نتكلم أكتر، ومحتاجة نشوف مدى تأثير مثل هذه الحوادث على مجتمعنا. وخلينا ناخد مع حضراتكم سيادة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وبالغ عزائي لحضراتكم وعزائي لكافة المصريين جميعا. برحب بحضرتك سيادة اللواء. إزاي شايف النوع ده من الحوادث بعد ما مرينا بكل اللي مرينا بيه الفترة اللي فاتت، وفي أمن؟ يمكن المؤذي والمحزن أكتر في هذا الحادث إن إحنا في حالة أمن واضحة وموجودة على الأرض يا سيادة اللواء. أيوة أولاً أنا أحب إن أنا يبقى في تفريق وفصل ما بين التطرف في الرأي أو التطرف في الفكر والتطرف في الفعل، ودي مشكلة موجودة في الحقيقة في دولنا كثيرة جدا. يجب ان انا اميز ما بين الشيئين، لان الخلط ما بين النسقين ما بين تطرف في الرأي وتطرف في الفعل بيضر ضرر بالغ في معالجة قضية، خاصة قضية التطرف والإرهاب. يعني هقول لحضرتك على مثال، وجدوا في الدراسات وجدت ان المتطرف فكريا مش بالضرورة أو مش بشرط إن هو يقوم بأعمال إرهابية. تخيلي حضرتك إحنا طول عمرنا بنتعامل مع المتطرف فكريا على إنه أحيانا إرهابي، لكن الدراسات قالت إنه ممكن يكون متطرف فكريا لكن ليس لديه القدرة على فعل عمل إرهابي أو حمل السلاح. وفي هناك متطرف آخر وهو متطرف في الفعل، متطرف إرهابي قادر انه يحمل السلاح، ومش بالضروره برضو انه يكون متطرف فكري. يعني معظم المتطرف او العنف اللي بيستخدم العنف ممكن يكون مجرم، ممكن يكون مستأجر، ممكن يكون عنده مشاكل، شعور بالظلم، حاسس بحاجه، لكن هو عنده قابليه على استخدام العنف. وبالتالي لو انت غذيتي عنده فكره الانتقام او فكره ارتكاب الجرم بيفعله.
ودي مشكلة كبيرة في عملية المواجهة. يجب أن أنا أفصل ما بين الطرفين علشان أقدر أحل المشكلة. نجد مثلا في تنظيمات داعش معظم الأوروبيين بعد التحقيقات معهم اللي انضموا للتنظيم تيجي تسأليه عن أهداف التنظيم أو شكل سوريا إزاي أو العراق أو الفواصل أو الفوارق ما بين الطوائف وما يعرفش، لكن هو فعل العمل الإرهابي فقط لأن عنده استعداد لاستخدام العنف. ودي عايز أقول لحضرتك إنها الأوروبيين فطنوا لهذا جيدا، يعني في فرنسا وفي إنجلترا في مكافحة الإرهاب لما جه فصل إدى مكافحة الفكر المتطرف للفكر المتطرف لوزارة العدل ومكافحة العمل الإرهابي لوزارة الداخلية. فأستطيع أن أنا كمان أستطيع أن أنا أتنبأ بالأعمال الإرهابية مستقبلا، يعني في فترات التحول من الفكر المتطرف إلى العمل المتطرف تستطيع الدولة أنها تتنبأ بحدوث عمل إرهابي خلال فترة معينة لأنها رضى العناصر اللي عندهم قابلية إلى التطرف العنيف. وتعمل دراسات أمريكية وفي نموذج اسمه نموذج الهرمين، نموذج أمريكاني كان جيد جدا على الرغم من أن في بعض العيوب، لكن نموذج وضح الفرق ما بين الطرفين. الحاجة الثانية اللي عايز أقول حضرتك أن الأمن القومي لا يقتصر فقط على يعني أمن الأرض والحدود والموارد والمصالح طبعا. بل هو تأمين مجتمعات اللي بنعيش، المجتمعات اللي عايشة على الأرض، أن أنا أمن هذه المجتمعات وأحميهم من أي تهديدات، سواء تهديدات مادية زي الجريمة زي ما شفنا، الحروب، الإرهاب، الصحة، الميكروبات، كل دي جرائم مادية، أو جرائم معنوية زي الغزو الثقافي، غزيل الدماغ، الحروب النفسية. وبالتالي خلال الفترة السابقة تزايد الاهتمام بما يسمى بالأمن الفكري علشان نحمي الفكر من أي انحراف. إيه اللي بيتعمل في الأمن الفكري ده يا سيادة اللواء؟ يعني خليني الأمن الفكري إن أنا أحمي الفكر، أحمي العقل من أي انحراف، أحميه إنه يتحول إلى سلوك إجرامي يهدد الأمن. هو ده الأمن الفكري. وده بيبقى من خلال إيه الطرق؟ هل الإعلام، الكنائس، الجوامع؟ بص يا فندم، الأمن عموما بهذا الشكل بيبقى أمن جماعي. يعني كل أنا المكونات أرفض أرفض التعامل الأمني مع الفكر المتطرف فقط، لكن هو أمن مجتمعي جماعا، كل منظومات الدولة، كل منظومة الدولة بتشارك فيه، حتى احنا كأفراد، حتى أنتوا كإعلام وعندكم منصات وبتوعوا الناس، انت بتعملي حصانة للعقل والفكر علشان ما يتعرضش للأفكار، ما يتعرضش للمغالاة والأفكار المتطرفة شديدة التطرف. بتحميه من الانحراف السلوكي، لأن الانحراف السلوكي ده بيسبقه نوع من الانحراف الفكري، انحراف فكري وبالتالي بيبقى فيه انحراف سلوكي زي الحدث. بصفة حضرتك خبير أمني، يعني كلمني أكتر عن ذهن الإرهابي وكيفية تفكيره ست اللواء. الإرهابي فكريا عنده تفكير مختلف شوية، يعني احنا اتفقنا ان الإرهابي احنا يجب ان نتفق الأول ان هناك فرق ما بين شديد التطرف والإرهابي، هو الفكري وعنده قدرة على فعل العمل الإرهابي. اللي عنده قدرة على فعل العمل الإرهابي ده عنده دوافع للعمل الإرهابي، بمعنى إن في دوافع اللي بتنضم، عنده إحساس بالظلم، عنده إحساس فئة معينة أو جماعة معينة عندها إحساس بالظلم، بيبحث عن مكانة أكبر، عايز يثبت نفسه، قوة أكبر، عنده مشاكل نفسية، بيعمل هذا العمل انتقاماً من شيء معين. الحاجة الثانية، معظمهم، في كثير منهم مأجورين، يعني في الجماعات الإرهابية نجد أن معظم الناس اللي بتنضم خاصة الشريحة اللي بتنفذ عمليات معظمهم كان ليهم جرائم جنائية وملفات جنائية لدى الأمن من قبل، هو غير مؤمن بفكرة معينة. خليني يعني عشان الوقت هقفل مع حضرتك، أنا بعتذر طبعا الوقت ده،
تصنف القاتل في هذه الجريمه بايه يا سياده اللواء؟ متطرف، ارهابي، ايه اللي توصفه بيها؟ خاصه جريمه الاسكندريه. والله يا فندم خلينا لا نستبق التحقيقات، خلينا نشوف التحقيقات هتقول ايه في الاول. حضرتك ثم قرات بيان النيابه العامه؟ ثم نوصف هذا العمل. يعني انا لازم اعرف الاول عشان اجابتي تكون معاكي دقيقه، لان انا الحقيقه بحترم القناعه عندكم جدا، ودايما بنقدر كلام دقيق وعلمي. نشوف التحقيقات ثم نتشاور مره اخرى ونشوف الموتيفز، الدوافع اللي ادت الى فعل هذا العمل الارهابي. هل هو عمل منظم في جماعه وراه؟ هل الغرض منه كان الرمزيه فقط؟ هل الغرض منه الحصول على المال، ولا عمل فردي نتيجه سلوك غير منضبط او انحراف عقلي خلاه كده؟ فيجب الاول نشوف نتيجه تحقيق ثم نحكم بموضوعيه تامه على الحدث، حتى ما نضخمش الحدث اكبر من قدره، لكن احنا كلنا بنادين مثل هذا الحدث، ولازم نشوف ونعالج اسبابه كمان. لكن يجب الا نستبق ونشوف التقارير النيابه والتحقيقات بتقول ايه، ثم نحلل هذه الشخصيه. ولا هذه الشخصيه لديها امراض نفسيه او امراض عقليه او انه مجرم او انه ارهابي، كل ده هنقدر ان احنا نحدده من نتائج التحقيقات حتى الاوليه. بشكرك سيادة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمني، وهنكمل مع حضراتكم. أنا حابة أعرف أكتر عن الشخص اللي قام بالجريمة. يعني خلينا ناخد كمان أستاذ أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ. أنا منتظر هذا الحوار. خليني أسأل حضرتك عن كيف استقبلت الحادث، وكلمني أنت شايف اللي عمل الحادث ده إزاي؟ اولا تحيه كبيره لاجهزه الامن المصريه، في التو واللحظه والسرعه والاستباق قدمت الجاني سريعا والقت القبض عليه وقدمته الى النيابه العامه، والنيابه العامه اصدرت بيانا، ووزاره الداخليه اصدرت بيانا بالقبض على الرجل لمنع البلبله ومنع الاشاعات وتسريبها وما شابه. اذن الدوله هنا قامت بدورها المباشر في القبض على الجاني. أما فيما يخص الجاني، أنا من الذين يرون أن هذا عملا إرهابيا بامتياز. أنا قد أختلف بعض الشيء مع فكرة عدم استباق التحقيقات، لأنه الفعل في حد ذاته مجرم مباشرة. يعني أنا أتصور مقياسا على جرائم شبيهة أن المحكمة النيابة العامة والمحكمة ستصدر حكما مباشرا وسريعا، لأن هذه الجرائم من شأنها أن تؤدي إلى فتن اجتماعية وطائفية في المجتمع، ومن ثم أجهزة الدولة كما استبقت سريعا وأعلنت القبض، يعني بعد أقل من ساعة أعلنت القبض على الجاني وقدمته مباشرة إلى النيابة العامة، والنيابة عملت التحقيقات. أنا أيضا أرى أن محاكمة هذا الجاني ستكون أيضا سريعة، لأن العمل عمل إجرامي إرهابي بامتياز. أنا لست تقريبا أستاذ أحمد، البيان النيابة العامة يعني موضح الموقف، الراجل لم يكن منهار ولم يكن عنده صدمة نفسية من الدم، كان بيجيب ده نصا من بيان النيابة العامة، كان يجيب على الأسئلة بمنتهى العقل والانضباط، ما كانش عنده، ذكر ان هو في الاول اعترف شفهيا ان هو عمل الجريمه، بعد كده رجع لهم وكانه بيحمي نفسه، ده انا من 10 سنين كان عندي مرض نفسي ودخلت المستشفى وعندي حاله وعي بتروح وفقدان وعي بتروح وتيجي وعدم ادراك للي بيحصل. البيان النيابه العامه يعني انا مش عارفه يعني هو ليه يتحط في مصحه امراض نفسيه. انا في تقديري المباشر ان هذا كما قلت يعني قبل قليل، هذا عملا إرهابيا بوعي كامل. أنا مختلف مع فكرة أن هذا الرجل مختل نفسيا، مع شيء مهم جدا. أنا دائما أرى أن كل متطرف هو مختل،
لأن التطرف والإرهاب هو خلل نفسي مباشر. أي إنسان معتدل في الدنيا سيبعد عن التطرف والإرهاب مباشرة. الإرهاب وتطرف يخلق شخصا مختلا. هذه الحادثة ليست هي الأولى من نوعها. في الإسكندرية رأينا حادث قبل سنتين أو ثلاث تقريبا. أنا لست مع فكرة إنه هذا الرجل مبتلى نفسيا. هذا الرجل إرهابي بامتياز متطرف، فعل فعلته وهو يعي ويعلم جريمته. أتصور أن النيابة العامة برضو صدقت القول وكان بيانا عظيما ومهما مباشرا وكله يعني وكله شفافية للرأي العام، كما كانت وزارة الداخلية أيضا في طليعة القبض على المتهم وقدمته إلى المجتمع إلى المحكمة، وقدمت المجتمع قدمت الجاني إلى المجتمع مباشرة وبعد ساعة من الجريمة حتى تقتل كل كلمة وكل إشاعة وكل محاولة بث سموم الفتن. يعني احنا رأينا إعلام العدو في الخارج الإخوان استغلوا الحادث وتحدثوا بشكل مباشر عن محاولة إثارة الفتن في هذا المجتمع. المتهم أنا في تقديري ليس مقتلا، المتهم متطرف. ده قتل على الهوية يا أستاذ أحمد؟ قتل على الهوية أنا يعني لما تسأليني أنا أقول لك طبعا ده قتل ديني. أنا بسألني عن رأيي في شبيه هذه هذا الرجل يعلم من الذي قد يعني يعلم يعلم المقتول وقتله لأنه مختلف معه دينيا بكلام مباشر. أنا عندي مشكلة. التطرف الاجتماعي أخطر من التطرف السياسي. التطرف الاجتماعي هو حاضن رئيسي للتطرف السياسي، لكن أنا هنا يعني لابد أن نفرق بين شيئين، بين سلوك الدولة العظيم من خلال أجهزتها في الكشف عن الجاني وتقديم المحاكمة ومكاشفة الرأي العام وقتل الشبهات في المسألة، وبين السلوك الاجتماعي المتطرف الذي قام به ويمثله هذا الجاني. يعني هذا الجاني الذي قتل على الهوية هو سلوك اجتماعي متطرف. يعني احنا بندفع ثمن أفكار متغلغلة في المجتمع منذ سبعينيات القرن الماضي، يعني إثارة الفتن الطائفية وأفكار تراثية هي التي أسست لهذه الجرائم، وهناك جرائم أخرى يعني ليس يعني الآن ليس محل ذكرها الآن، لكن كل هذه الجرائم أنا في تقديري أساسها هو الفكر المتطرف. يعني خليني سريعا أخذ رد من حضرتك، فكرة النوع ده من الجرائم هل هو خطير وقادر انه يرجعنا لدايره مش مطلوبه الان استاذ احمد؟ ولكن سريعا ارجوك. هذه الجريمه خطيره جدا جدا جدا. لولا قوه الدوله ويعني الدوله قويه يا استاذه، قوه الدوله هي التي تمنع هذه الجرائم، لكن يعني من حين لاخر نجد جريمه مثل هذه لولا قوه الدوله وحضورها الطاغي لاجهزتها ومؤسستها سنجد هذه الجرائم، لأن الأصل في الأفكار هي المشكلة، هي التي تخلق هذه الجرائم وراءها فكرة. يعني والفكرة ما نختبرش يعني صبر الأقباط وتحملهم أكتر من كده يا أستاذ، ما نختبرش صبر الأقباط وتحملهم أكتر من كده، تحمل كثيرا الأقباط. يعني أنا مش عايز أروح للمنطقة دي لسبب، لأن إحنا كلنا مصريين. ما هو التحمل ده عشان الوطن فقط طبعا. يعني بص شوف الأخباط دوره في مصر مش تاريخي فقط، ده يعني تاريخي عظيم. الأخباط في مصر أنا ضد فكرة التفرقة. يعني هذا الرجل المقتول مصري أولا، مصري أولا، الجاني مغرم متصرف إرهابي. يعني أنا بس مش عايز أتكلم بالجملة، إحنا أمام جريمة فردية أساسها الفكر المتطرف. لا يعني ده أنا معود أن أقوله في إشادة بمجلس الأمن، في إشادة بالتعاون مع مؤسسة الدولة في الحادث، في إشادة كبيرة وناجعة. بشكرك جدا أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا. اشكرك جدا استاذ احمد خطيب رئيس تحرير التنفيذي لجريده الوطن ومتخصص. خلينا نكمل مع حضراتكم واستاذ حسام حداد باحث في الحركات الاسلاميه الاسلام السياسي. وحضرتك باحث في الحركات الاسلام السياسي، حللت الحادث ده ازاي يا استاذ حسام؟ برحب بحضرتك بدايه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحادث ده طب انا اسف، انا بس استاذن حضرتك. عندنا يعني اسئله كتير محتاجين يترد عليها، أسئلة عن الفكرة، عن الفن، عن دور الثقافة في الوقت ده. زي ما قال الأستاذ أحمد الخطيب أن الفكر هو الأساس في المشكلة. الإرهاب المجتمعي أصعب وأخطر كتير من الإرهاب السياسي، لأنه بالفعل ده الحاجة اللي قادرة أنها تهدم بلاد بالشكل الحقيقي. الإرهاب السياسي واضح ويترد عليه. هيكون معنا أستاذ ماهر فرغالي ولا لسه؟ أستاذ حسام مساء الخير. طيب كل اللي احنا بنعمله النهارده ان احنا طيب استاذ حسام برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم مساء الخير. برحب بحضرتك وبشكرك على وقتك، وخليني يعني اعرف راي حضرتك في الحادث وتقييمك وكيف تراه. والله الحادث هو يعني بنعتبره قتل على الهويه بشكل ما او باخر، لان الضحية كان وسط مجموعة كبيرة من الأفراد وليه اختاره هو بالذات، فهو مرصود الأب إنه يقتل وإنه هو يتعمل فيه كده. ولو تتبعنا تاريخ المسألة هنلاقي هو بيعاني كتير جدا من اضطهادات ومن مضايقات من زمان مش من دلوقتي. فالحادث إرهابي في المقام الأول بغض النظر، طبعا مش هحكم قبل القضاء ولا حاجة، ولكن الدلالات كلها بتشير إلى أن الحادث إرهابي وقتل على الهوية بشكل ما أو بآخر. ونبهنا أكثر من مرة وقلنا أن جماعة الإخوان المسلمين والمكاتب النوعية بتاعتها بتحضر لعمليات إرهابية في الفترة القادمة، وكان آخر تقريبا كان آخر تنبيه لده كان في 30 يناير اللي فات وقتما حدث انشقاق في صف الجماعة في الخارج في تنظيمها الدولي، واستقلت مجموعة تركيا عن مجموعة لندن، وقلنا ان مجموعة تركيا هتحاول تثبت وجودها بعمليات نوعية داخل مصر، وبالقطع ان العمليات النوعية دي اول من يستهدف منها هم الاقباط المصريين لشق الصف المصري او لاحداث فتنة طائفية كما تعود الاخوان ان يفعلوا هذا. والتوقيت كمان يمكن احنا في الصيام الكبير ودايما الايام دي بالنسبه لهم بتبقى مثيره. هل حضرتك كنت متوقع حدوث مثل هذا الحادث الارهابي؟ نعم يا فندم، وكتبنا ده في 30 يناير تحديدا، وحتى نشرت ده على صفحتي في يوم الحادث، قلت ان احنا قلنا ده ونبهنا ده ان الاقباط مستهدفين في الفتره اللي جايه، ده خلاف ان العمليات النوعيه للاخوان هتنشط في الفتره اللي جايه. قلنا ده مرارا وتكرارا، ولكن الموضوع ان الاخوان دلوقتي او الجماعات الارهابيه دلوقتي هي هتستخدم العمليات اللي احنا بنسميها بشكل عام الذئاب المنفردة. ان واحد ما يكونش ليه علاقه باي حاجه او خليه نايمه او ولكن يشحن. نعم ولكن يشحن. ايوه يا فندم يشحن ويعد جيدا، وهو غير ظاهر على السطح، يعد جيدا لتنفيذ عملية أو اتنين أو تلاتة، حتى لو اتقبض عليه أو لو تم اغتياله في حال وقوع الحادث خلاص هو انتهى بالنسبة لهم. وده احنا قلناه كتير كويس. المسألة لابد أن نأخذ حذرنا بشكل كامل جدا خلال الفترة اللي جاية دي، وخصوصا في الأعياد القبطية أو الأعياد الإسلامية حتى أخرى؟ نعم يا فندم، هو احنا متوقعين ده وقايلين ده. من المفترض ان جماعة الاخوان هتحاول تعيد هيكلتها مرة تانية، تحاول تعيد وجودها مرة تانية بعمل طيب مثل هذا. المطلوب هو الضغط، المطلوب هو الضغط على النظام للحوار معاهم او لاعادتهم مرة اخرى للساحة. طبعا احنا في ايام لمكافحة مثل هذه لا، المطلوب للمكافحة احنا قلناه كتير. الحل الامني ليس فقط هو الحل الناجع، احنا قلنا مواجهة هذه الجماعات بالوعي
التام. احنا عندنا في كل محافظة على الأقل عندنا 27 محافظة فيهم مراكز ثقافية أو أصول ثقافة. ليه أصول الثقافة ما تاخدش دورها في مواجهة الإرهاب وتقوم بنشاطها الطبيعي ومناقشة؟ ليه وزارة الشباب ما تعملش ده؟ الإعلام نفسه، الإعلام عندي أنا القنوات المحسوبة على الدولة بكل بتفكر المواطنين كل يوم بحديث الشعراوي. الشعراوي ده اللي حرض ضد الأقباط وقال ضد فوائد البنوك وقال بتحريم الأعضاء وأنتج جيل كامل من المتطرفين. أستاذ حسام، خليني أسأل حضرتك عن خطورة مثل هذه الحوادث وتأثيرها على التقدم والنماء اللي احنا داخلين فيه. هل ممكن ترجعنا للخلف؟ أكيد طبعا، أكيد. احنا يعني كان هناك احتمالية ان نكون مثل ليبيا الان او العراق او سوريا او اليمن، حتى بقدرة جيشنا وتنظيم الشعب ووعيه الى حد كبير جدا وبوعي الاقباط ايام ما حرقت او ايام ما الاخوان حرقوا الكنائس هم والسلفيين، وخرج علينا البابا تواضروس وخرج علينا البابا شنودة أيضا وقالوا فليحرقوا الكنائس جميعا سوف نصلي في المساجد. ده الوعي ده هو اللي خلانا موجودين دلوقتي، فعلينا ان احنا نطور هذه البذرة من الوعي. لازم يكون لنا لقاء قريبا. وبشكرك جدا أستاذ حسام حداد، باحث في حركات الإسلام السياسي. العفو يا فندم، بشكرك جدا. لازم نتكلم، لازم نترجم الغل الداخلي ده وفكرة ان مش طايق الاخر. طب مش طايق الاخر هو مؤثر عليك في ايه؟ هو لولا الاختلاف ده، يعني الاختلاف ده خلقه ربنا برضو. فكرة لو اردنا كلنا لون واحد، شكل واحد، نوع واحد، دين واحد، كان ربنا هيخلقنا كده. لكن فكرة الاختلاف دي لازم تحترم، وتحترم بشكل حقيقي مش ظاهري كمان. معانا قيمة كبيرة ومفكر ومثقف ومؤثر وداعي دائما للتنوير، معانا دكتور بهي الدين مرسي، طبيب ومفكر. برحب بحضرتك دكتور بهي. مساء الخير استاذ ألطرت. بيسعدني وجودك دكتور بهي. ربنا يخليك. الحقيقه انا بقدم خالص تعزيه، اشكرك، في الفقيد الشهيد القمص أرسانيوس وديك، عزائي الانسانيه كلها الحقيقه، لان ده اغتيال نفس. وكلمه اغتيال نفس دي الحقيقه انا عايز اقف عندها، لان انا شايف ومتابع الحوارات الافاضل اللي سبقوني في الحديث، الكل بيركز على فكره الارهاب. لا، انا عايز اصعد المساله شويه واسميه ارهاب انتقائي. يعني ايه ارهاب انتقائي؟ يعني احنا مش بسبب حادث واحد ضرب واحد بسكين او موت واحد، لا، ده يعني سيناريو الحدث بيدلل على وجود سببيه اولا، على وجود منهجيه، يعني ما فيش حد بيقتل حد بلا سبب. القتل ده النهاية أو القرار، لكن قبلها سبق تخطيط، رهن قناعات، رهن خطوات، ورهن إملاءات. يبقى واضح أن العملية كده موجهة. دعينا من فكرة الشخص نفسه اللي أزهقت روحه، لكن المنهج نفسه، المنهج نفسه الانتقائي ده لازم نقف عنده، لأن الإسلام السياسي عنده أدوات في فرض نفسه على الساحة. الإسلام السياسي لا يعترف بالأدمية، لا يعترف بالعلمانية، لا يعترف بالحقوقية ولا المواطنة. هو له منهج، يعني مركز على منهج يؤدي إلى غرض واحد، دولة الخلافة. دولة الخلافة لو قعدنا نتعارك من هنا لخمس سنين قادمة لن تقوم لها قائمة، لأن احنا جزء من العالم. كنا جزء من العالم، معناها لازم نشوف أدوات التواصل وأدوات التعامل اللي تصلح مع الالتقاء بدول العالم. الخلافة دي تنفع أيام القبلية، أيام شخص اسمه كذا وعائلته تمتد عبر 50-60-70 سنة زي ما كان بيحصل في شبه الجزيرة. اللي عايز أركز عليه فكرة دايما احنا ميالين إلى الاتكال على فكرة المرض النفسي كسببية في وقوع الحدث. الطب بشكل عام، وانا بنتمي للمهنة دي، عندنا منهج واضح. عشان تعالجي صح لازم تشخصي صح. التشخيص هنا بيقول ايه؟ بيقول ان ده مش اغتيال بشر لبشر، لا، ده اغتيال فكرة من قبل يعني معتنقيها. يعني هي الفكرة
ان دي حرب افكار، لانه نحن لو ما انتبهناش لكينونتها كحرب افكار هتفضل كل سنه تتكرر. انا مش فرحان الحقيقه بسرعه القبض على الجاني والتحقيق معاه وظبطه مش عارف كويس يعني، بس في جريمه تمت يعني انت كده هتخلص المحرض هنا يا دكتور بهي. نعم المحرض هنا يعني انت هنا السببيه قائمه، وزي المداخله اللي سبقتني الحقيقه انا عايز اشير حتى ولو بالاسم الى فكره هذا العطب الفكري الذي ادخل على الاسلام وعلى القراءه الاسلاميه للشرع الاسلامي عبر هذا الداعيه، وانا اتعفف عن ذكر اسمه الحقيقه، الذي ظل 50 عاما نصف قرن ولا زالت اثاره باقيه وحتقوم جرائم اخرى لانه له جمهور تلقي. فلما نيجي نعالج القضيه العلاج الامني لوحده للاسف كافي طبعا، لا ما ينفعش، لسه في علاج فكري وبتر فكري، ولابد يبقى عندنا تشخيص دقيق. تشخيص دقيق، احنا في الكورونا عزلنا المرضى، كنا بنعمل عزل ليه؟ انا عارف المصاب وحامل المرض فاعزله عشان الاخرون الاخرين. طيب ما انا عندك واحد هنا فكره ملوث، انت لو قبضتي على الراجل اللي قتل ده ما هو في لسه في نفس الفصل الدراسي بتاعه في 20 واحد مستنيين فرصتهم ودورهم، العمليه مش هتخلص. فانا اناشد اولي الامر والحكماء واصحاب القرار باعاده النظر في منهجيه علاج الارهاب. شخصوا الاول يعني ايه ارهاب؟ الارهاب مش بس اغتيال الانفس، ممكن ما يقتلوش بس يلوث له فكره، يحجب فرصه المدنيه في الحياه، ما هو ده ارهاب برضه. يعني انا النهارده لو ماشي ومفطر برخصه حتى ويطلع واحد يمارس السلطان الدعوي عليا ويزجرني وربما ياذيني، ده ارهاب. يعني هو الارهاب انا عايز اقول مش باروده وسكينه، لا الحقيقه الفكر الارهابي ابعد من كده. اي حاجه تؤرق الانسان في امانه وعلاقته بالوطن وعلاقته بالحياه هو ارهاب. حتى الاطباء اللي كانوا بيتاجروا في العطار ده نوع من الارهاب، لان انا عندي مؤسسه منهجيه علميه بتعالج الناس اللي هي المستشفيات والطب. خليني اعتبر اللي بقوله ده فضفضه. نعم. لو سمحت لي تعتبر اللي هقوله ده فضفضه. لما احنا بنتكلم على افكار خفيه وناس مش شايفينهم ويعني هياخدوا وقت على بال ما نوصل لهم او نغير التفكير ده. نعم. ما بالك باشخاص نجوم على السوشيال ميديا وكل نجوميتهم جايه من مهاجمه الاقباط وتكفير الاقباط وتكسير في الاقباط وعدم معايده الاقباط وكانهم ما حدش بيجي جنبهم. ما هو هنا ده يبقى اسمه ايه؟ ما انا برضو بيجيني وقت بيحصل لي ايرور، يعني انت بتشتم فيه على صفحتك ولك ملايين المتابعين، بتحرم في معامله معايا ولك ملايين المتابعين، وهذا على مرأة ومسمع من الجميع. اترجم ده انا ازاي؟ انا مرغوب فيا ولا مش مرغوب فيا؟ انا مدعومه ولا مش مدعومه يا دكتور بهي؟ انا بقول لحضرتك بعتبرها فضفضه. لا مش فضفضه، يعني ده واقع اليم وحضرتك بتبحث عن الحل. خلينا يعني نعترف للاسف ان في مولد للارهاب. يعني هو شوفي انا غير معني بالارهابي كشخص، غير معني قوي الا يعني حقوقيا وقانونا بالشخص المؤتي الجريمه، لكن انا اللي بيعنيني قوي اللي هي مولدات الارهاب، الخلايا اللي بتولد وتعلم الناس. سؤال حضرتك بقى على الناس، واحيانا يجوا رموز اجتماعيه ويشار اليهم بالبيان وما زال مشتبك مع حمايه النفس البشريه وبيرفضها وعايز ينتصر لفكره المعطوب. الحقيقه انت كده بتلعبي في اخطر حاجه في بناء المجتمعات اللي هو النموذج. النموذج يا استاذ ألفت لازم يبقى نقي. انت لما تصدري لي شخص يفترض فيه النموذج او الناس تحذو حذوه، اضمني لي نقاؤه، اعملي اختبار هيئه، مين ده اللي يطلع يتكلم كل شويه يقول اراء وانا شايف ان حمايه الدين تبقى بكذا؟ انت باي منطق تطلع تعلم الامه افكارك المسممه؟ انا مش بصدد ان انا انسخ ارهابي جديد زي ما حصل نصف قرن. نصف قرن منصة واحدة لشخص واحد كان يجلس القرفصاء ويقعد قدامه الناس لا تنطق إلا الله ونعم والتأييد، دول خلاص اكتمل
تصميمهم اللي بتشوفيه على الساحه النهارده وليد هؤلاء، ميراث هذا الشخص. لو اضطربت من حضرتك باختصار شديد لان وقتي للاسف مضغوط، كلمه علاج، رساله تحب تقول لنا ايه يا دكتور بهاي بحيث نوصل لحل، لحل حقيقي يكون فيه مواجهه حقيقيه؟ والله انا هفرحك بحاجه عرفتها النهارده. محتاجه اي حاجه يبقى فيها. الرئيس السيسي الحقيقه ابتدى يحط ايده على النشء في طفولته، فاستدعى احدى الكاتبات الدكتور الاستاذ سماح ابو بكر عزت، وابتدى يركز على بناء الطفل من خلال الادب وتربيه الطفل والنشأه. القصص المدرسي لغايه النهارده مليان بالذبح والسيف وخالد بن الوليد وقتل 500 في مؤتمر، انت ما بتصلحيش حاجه. لا، عايزين اعاده النشأه، بمعنى نستبدل التاريخ الدراسي بتاعنا بدل تاريخ المسلمين. انا مش ضد تاريخ الاسلام، انا بتكلم على تاريخ المسلمين والحروب. انا مش في حاله حروب مع الباديه، فما فيش مبرر لان انا ازحم عقليه الطفل اللي هو شاب المستقبل اللي هو النصف القادم من الامه بنموذج بيقاتل بالسيف وقتل 500. يعني هو مصلحته اتقضت من اول ما قتل خمسه، بتكمل 500 قتل ليه؟ مش دي العنتريه ولا دي الزعامه. نبدا من الاطفال يا دكتور بهي. دول اطفال، تربيه النشا رموز، تربيه النشا هي اللي تضمن لي امان بعد 30 سنه، بعد جيل وربما ساعتها يكون الحصاد آمن وأمن الأمل لمصر. صحيح. بشكرك دكتور بهي الدين مرسي، طبيب ومفكر وحقيقي يعني منير ومستنير، بشكرك على هذه المداخلة الهامة. كمان هيكون معانا ومع حضراتكم أستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير. مساء الخير أستاذ علي. طيب نحاول نوصل له بحيث إن احنا نعرف أكتر عن دور الإعلام والدور الوطني اللي بيأديه الإعلام وأهمية ترسيخ فكر المواطنة بشكل حقيقي على الأرض، وإيه اللي ناقصنا عشان يبقى عندي دايما حلقة مفقودة ويطلع لنا. إحنا مش في المدينة الفاضلة طبعا، لكن فكرة إن يطلع حد وفكرة القتل على الهوية، يعني لو اتنين جيران مسلم ومسيحي اتخانقوا وفي خلاف، في احتكاك، في معرفة سابقة يقبل، في بيت بيننا وبين بعض، في تجارة، في أي خلاف، إحنا بشر في النهاية، ده شيء ممكن يقبل. لكنك تقتل شخص واقف مع أولاده طالع يعلمهم، بيكبرهم لبلده، بيكبرهم لكنيسته، بيكبرهم لمستقبلهم، ويقتل على الهوية، يقتل لمجرد أنه لابس جلابيته السودة وصليبه ومعروف أنه قسيس فيقتل، يعني شيء مؤذي. قبوله صعب، قبوله صعب في ظل استقرار أمني أنت فيه، في ظل ثبات بلد فيه. هيكون معانا أستاذ أيمن عبد الجواد مدير تحرير جريدة المساء. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء الخير، أرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. كيف حضرتك يعني تلقيت حادث الإسكندرية في طعن كاهن أثناء وجوده على الكورنيش؟ الأول بنتقدم بالعزاء طبعا في الحادث الأليم. بالتأكيد الحادث مزعج، يعني حاجة احنا طبعا الأمور مستقرة في مصر الحمد لله، الأمور تمام، يعني ما فيش أي مشاكل الفترة الأخيرة. الأمر طبعا في إيد النيابة دلوقتي والقرار قرارها، يعني طبعا احنا عارفين أنه تم وضع المتهم تحت الملاحظة في أحد المستشفيات، وهنشوف النتيجة ايه. حضرتك شايف المشكلة كانت في ايه والحلول اللي محتاجينها ايه يا استاذ علي؟ هو احنا بصي احنا مش محتاجين حلول الحقيقة، يعني خلينا نتكلم بصراحة. الأمر يتم تطبيق القانون تماما على المتهم ايا كان. فكرة ان هو يعني هو طبعا بيدعي ان هو بيعاني من مرض نفسي وده يعني قد يكون، احنا طبعا لن نستبق الأحداث، مش هنتدخل في تحقيقات النيابة، لكن الحل اللي انا شايفه انه يطبق القانون على اي متهم في اي اتجاه، هو ده الحل. يعني دور القانون، دور الاعلام في المرحله القادمه يا استاذ علي. الاعلام الحقيقه يعني اصل احنا بنتكلم على مصر ومصريين، يعني الاعلام هيعمل ايه؟ احنا بنتكلم على مصر اللي هي عندنا مشكله، عندنا مشكله ان احنا عندنا مجموعه من المتطرفين اللي هم يعني واقفين لنا في كل حاجه، لكن في النهايه احنا كشعب مصر بكل اطيافه اعتقد ان احنا ما عندناش مشكله، يعني الشعب المصري ما عندوش مشكله، احنا عندنا مشكله في فئه معينه فقط يعني. بشكر. وبرضه انا بقول مش هنستبق الاحداث لان انا مش عاوز اتدخل في قرار النيابه، ان لسه ما نعرفش ايه الخلفيه. بشكر حضرتك جدا، ورب يكون الحدث الاخير وما نروحش تاني لحاجات ممكن
تأذينا وتأذي وطنيتنا ومصريتنا وإحساسنا بالأمن وإحساسنا بالانتماء. فإحنا يعني مع بلدنا لآخر نفس، لكن الحزن ده شيء مش بإيدينا، فكرة القلق مش بيبقى برضو بإيدينا، لكن كل اللي إحنا عايزينه يبقى فيه قصاص، يبقى فيه قانون، أشعر بأن أنا خدت حقي بشكل قانوني، ده شيء يرضيني، وهيبقى اللي بعد كده يفكر ألف مرة قبل ما يعمل ده. الحقيقة في عندي كلمتين محتاجة نقولهم ويبقى يمكن ختام وكلام عن استشهاد أبونا أرسانيوس وديدي وصلنا لإيه. نشكر أجهزة الدولة الأمنية لأننا فعلا نعيش في جو آمن واستقرار أمني لم نشعر به على مدى عقود، والأمل منع الجريمة قبل حدوثها، ولكن يتضح أن الحادث إرهابي أن الحل الأمني غير كافي، ولابد من تغيير ثقافة شعب ونتكاتف جميعا لتحقيق هذه النقلة النوعية. نحتاج كلنا ثقافة قبول الآخر بالرغم من الاختلاف. لا مانع من أن يتمسك الإنسان بإيمانه ويدافع عنه، لكن ما المانع أن أحترم الآخر المختلف عني؟ ولماذا لا يعيش هذا الآخر بمواطنة كاملة؟ هل قتل الإنسان في شهامة ونصرة ونبل أخلاقي؟ يبدأ الإرهاب ليس من مرحلة الإمساك بالسلاح لقتل الآخر، بل يبدأ من الإزدراء بالآخر وتحقيره وحرمانه من بعض الوظائف أو حتى العضوية في نادي رياضي على خلفية الهوية الدينية، مما يعتبر عن عقدة نقص واستقلال للسلطة في التمييز بين الناس بدون مبرر. التعريف بالآخر بصورة حقيقية غير مشوشة وغير مشوهة هو بداية الاحترام الآخر وقبوله. نحن المسيحيين لسنا كفرة ولا عباد للصليب ولا مشركين بالله ولا شرابي خمر، وليس ذنبي أن الآخر يجهلني ويشوه صورتي ويتحاشى معرفتي. هذه مسؤولية مشتركة ما بين الجامع والكنيسة والمدرسة والجامعة والتلفزيون والميديا، ولا يستمر المسلسل بلا نهاية، وإلا يستمر المسلسل بلا نهاية. شعوب كتير سبقتنا في هذا المضمار وتقدمت عنا بعشرات السنين بسبب التخلي عن جهل التعصب والإرهاب وثقافة القتل. سلام وسلامة وتقدم في هذا الوطن يستحق أن نبذل جميعا الجهد من أجل مستقبل أفضل، فالأرض تتسع لنا جميعا. ويعني تحية لروح أبونا أرساني، تحية لكل حضراتكم، بتمنى لكم السلامة. حلقات كانت لازم تتعمل، شهيد كان لازم ياخد حقه ويحترم، وكلنا نديله قدره اللي يستحقه، وهو عننا. وأنا متأكدة أنه هو كمان بيصلي مش عن الكنيسة فقط، وبيصلي عن مصر كلها، لأن ده اللي تعلمه وده اللي تربى عليه وده اللي ربى أولاده عليه، أنه هو يحب بلده زي ما بيحب كنيسته. بشكركم، ودي كانت حلقتنا، وتصبحوا على خير.